ان شاء الله، بس كتبوا لي بالشات انه الصوت واضح رجاء حتى تاكد من الصوت. الصوت واضح، تمام الصوت ان شاء الله واضح استاذ. استاذ، الصوت واضح، ان شاء تفضل. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. بدايه اقدم شكري وتقديري لاساتذه جامعه الكفيل المحترمين جميعا الحاضرين هاي الورشه. اقدم شكري وتقديري للسيد رئيس الجامعه استاذ الدكتور نور السدهان. إن شاء الله على بركة الله راح نبدأ اليوم نتعلم كيفية إدارة نظام السراج لإدارة الجامعات. اليوم إن شاء الله بالتحديد راح نروح على توبيك الفقرة الخاصة بالامتحانات. طبعا أنا معاكم المحاضر مدرس وسام علي الخزاعي، ماجستير علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، طالب دكتوراه أيضا في هذا التخصص اختصاص كلاود كومبيوتينج واي ليرنينج حوزه سحابيه وتعليم الكتروني. ان شاء الله راح اكون معاكم اليوم في شرح كيفيه عمل نظام السراج لاداره الجامعات المطبق في جامعه الكفيل. بدايه انا حضرت لكم برزنتيشن، هذا البرزنتيشن العرض يتكون من عده سلايدات، يتكون من مقدمه عن النظام. أني العرض هذا سلمته إلى دور أياد وانطيته إلى أستاذ علي إن شاء الله، أستاذ علي حسين إن شاء الله راح يهزكم بيه، راح يكون عندكم هذا البرزنتيشن موجود، بس أنا راح أحاول أنه أروح على التطبيق العملي نشوف شو نقدر نسوي بهذا النظام، شنو هي إمكانياته بالنسبة لبناء الامتحانات وأداها من قبل الطلبة. فضلا عن انه نقعد نتناقش ان شاء الله بالاخير وياكم عن كل العقبات كل المعوقات، نحاول انه نجيب عن اسئلتكم الاسئله اللي تتوارد بذهنكم عن كيفيه عمل هذا النظام، عن كيفيه بناء الامتحانات الالكترونيه باستخدام هذا النظام ان شاء الله، كيفيه اجراء عمليات التصحيح الالكتروني وكيفيه تسليم النتائج والدرجات الى الطلبه. طبعا هذا هي مزايا النظام، انا راح امر عليهن باختصار وسريع ان شاء الله تقدرون تقرون هذا البرزنتيشن اللي موجود عندكم. انا قرات اكو مجموعه من الاساتذه ايضا من خارج جامعه الكفيل من جامعه الكوفه موجودين مجموعه من الاساتذه، فاني الاساتذه اللي موجودين بجامعه الكفيل هم عندنا مشكله هم يستخدمون هذا النظام، بس الاساتذه اللي موجودين من خارج الجامعه احب انه اقول لهم انه اقسام نظام السراج هو عبارة عن نظام متكامل يربط جميع أقسام العمل اللي تشمل كل من قسم شؤون الطلبة اللي احنا نسميه إدارة الطلاب داخل النظام اللي هو شؤون الطلبة، قسم الحسابات أيضا تربطه، قسم التحكم الكنترولر الأدمن اللي هي administration، كذلك الريبورتات التقارير طبعا كلهن يقوم بهن الأدمن، سجل النظام، كل العمليات اللي تجري داخل النظام من الممكن انه احصل بها تقرير كامل عن كل الفعاليات كل الاجراءات كل البروسيجرز اللي تجري داخل هذا النظام، كذلك المجموعات وتوزيع الادوار. تعرفون انه كل كليه بيها مجموعه من الاقسام وهاي الاقسام مجموعه من المراحل بيها، كل كليه بيها اساتذه وبيها طلبه بيها اداريين وبيها تدريسيين. احنا نحاول من خلال هذا النظام حتى نحافظ على الخصوصيه مالت البرايفسي، نحاول نحافظ على الامنيه مالت السكيورتي. قمنا بتوزيع الادوار، يعني اي سيستم عندي اي مانجمنت سيستم نحاول انه توزيع الادوار بين اعضاء المؤسسه التعليميه حتى كل من يعرف شغله مثل ما نقول احنا وما حد ممكن انه يتدخل بشغل احد ثاني، كذلك المستخدمين اللي هم طلبه والاساتذه كل واحد دوره شنو، كل واحد شغله شنو، واجباته حقوقه الفعاليات الاكتيفيتيز اللي يقدمها الى النظام، كل هذه موجوده داخل نظام السراج. طبعا احنا سوينا فد برزنتيشن ان شاء الله متكامل ان شاء الله راح نعرضه بالايام القادمه ونتمنى حضوركم كلكم. يشمل هذا البرزنتيشن طبعا امكانيات الفعاليات اللي يقدمها هذا النظام لاي مؤسسه تعليميه ممكن انه تطبقه، شنو هي اقسامه، شنو هو فعالياته، شنو الخدمات اللي يقدمها، كلها ان شاء الله راح يكون عندنا بالايام القادمه برزنتيشن عرض لهذا النظام، راح يكون طبعا عرض عام راح يشمل الكل كل الجامعات،
فريق الوزارة التعليم الإلكتروني إن شاء الله أيضا يكون حاضر معنا. أجزاء هذا النظام، طبعا نظام السراج يحتوي على ثلاثة أجزاء أو ثلاثة أنظمة، واحد ويا ثاني، واحد يغذي الثاني. أول نظام هو نظام الأساتذة، طبعا هذا نظام الأساتذة اللي إحنا اليوم راح ندرسه وراح نشوف الإمكانيات مالته. ونظام يوفر بيئة تحتوي على مجموعة من الأدوات والإجراءات التي يستطيع من خلالها الأستاذ التواصل مع طلبته، ويحتوي هذا النظام على عدة أقسام. شوف ايش راح يقدر يسوي لي: إدراج درجات الطلبة، رفع المحاضرات الدراسية للطلاب، الاطلاع على الجدول الأسبوعي الخاص بالأستاذ، نظام الامتحان الإلكتروني اللي احنا اليوم إن شاء الله راح نناقشه، نظام المراسلات الداخلي اللي ممكن انه تدز ايميل وتستقبل ايميل، كل ما اني يوفرهن اللي هي نظام الأستاذ. طبعا هاي الصفحة الرئيسية مالته مثل ما تشوفون، هذا النظام يحتوي على الصفحة الرئيسية، درجات على المحاضرات على التبليغات، كذلك الامتحانات عبر الانترنت اللي يضم جزئين اليوم ان شاء الله راح نناقشهم، هم قائمة الامتحانات ونتائج الامتحانات، وكذلك البريد الداخلي اللي هو الوارد والصادر. النظام الثاني اللي راح يكون داخل هذا النظام، النظام الفرع الثاني، هو النظام الطلبة اللي هو Student System. Student System يحتوي هذا النظام مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تساعد الطالب من التواصل مع أساتذته ومعرفة جدول الدروس الأسبوعي، درجات الامتحانات وغيرها من المتطلبات الأخرى. فعاليات شنو تشمل؟ الاطلاع على الدرجات والجدول الخاص بالشعبة التي ينتمي إليها، معرفة المبالغ المالية المسددة والمتبقية بذمة الطالب وسندات القبض والدفع، تنزيل المحاضرات الخاصة بمادة معينة، نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، والمراسلات بين الطالب والأستاذ مالته. كل ذني أيضا يوفرها نظام الطالب للطلاب مالته. شنو بعد أكو عندي؟ أكو عندي طبعا هاي الواجهة الرئيسية مالته، عفوا، اللي تشوفوها أمامكم هي الواجهة الرئيسية للنظام، نظام الطالب. طبعا بيها الدرجات، بيها المحاورات، تبليغات، النماذج، قائمة امتحانات، نتائج الامتحانات، البريد الوارد والبريد الصادر، كل ذني بالإضافة إلى المبالغ المالية اللي موجودة بذمة الطالب. هذه هي الواجهة الرئيسية أيضاً للنظام، نظام الطالب. اللي بعده هو نظام المدير. نظام المدير اللي هو Administration System، طبعاً يحتوي هذا النظام مجموعة من الأدوات والإجراءات التي تساعد مدير النظام في إنجاز الفعاليات المطلوبة منه. يشمل فعالياته عمل مجموعات المستخدمين وتوزيع الصلاحيات بينهم، عمل الإعدادات الخاصة بالنظام مثل إضافة أسماء الكليات، أسماء الأقسام، المراحل الدراسية، كل هذا راح يضيفه إلى النظام، بناء قوائم الطلبة وتسجيلهم في النظام وترحيلهم من مرحلة إلى أخرى، تخريج الطلبة في حال إكمال بناء قوائم تبليغات الطلبة، بناء السندات المالية بأنواعها المختلفة، سندات قبض، سندات دفع وغيرها من السندات الأخرى، بناء الجداول الدراسية لكافة الطلبة وكافة المراحل، عفوا، لكافة المراحل الدراسية، بناء قوائم درجات الطلبة وتهيئتها، بناء التقارير الخاصة بعمل النظام. كل ذني يوفر لياهن هذا الأدمنستريتر. ذني النافذة هاي اللي تشوفوها أمامكم، يعني باختصار هذا النظام هو عبارة عن مزيج، عن ميكس بين من؟ بين Student Information System اللي هي نظم إدارة معلومات الطلبة، والE-Learning System اللي هي نظم التعليم الإلكتروني. حقيقة هذا النظام احنا سووه الأخوة بالمركز مال الكفيل، انه مزجوا ودمجوا بين كل من إدارة معلومات الطلاب والE-Learning، بحيث يكون نظام متكامل يخدم المؤسسة التعليمية اللي راح يطبق فيها. نظام الأستاذ هم راح أمر عليه بعجالة، وإن شاء الله إحنا راح نشوفه في التطبيق العملي. طبعاً هذا نفس الكلام، نظام يوفر بيئة تحتوي على مجموعة من الأدوات والإجراءات التي يستطيع من خلالها الأستاذ التواصل مع طالبته. من الأكتيفيتيز اللي ذكرناها، الفعاليات اللي يوفرها هذا النظام،
عندي واجهة تسجيل الدخول، كل أستاذ كل تيشر أخذ عندي يوزر نيم وباسورد وسجل دخوله إلى هذا النظام. الصفحة الرئيسية للأستاذ، هذه هي الصفحة الرئيسية للأستاذ مثل ما أنتم تشوفوها. أنا اللي هنا راح أتوقف حتى لا أخذ من وقتكم ولا أطيل، أنا أريد أشوفكم التطبيق العملي، وهذا أنا نسوي لكم حتى يبقى عندكم وإن شاء الله. هي المحاضرة أعتقد دكتورة إياد وأستاذ علي اثنيناتهم أعتقد مسجليها إن شاء الله، فراح تكون متوفرة عندكم بإذنه تعالى. طبعا بداية خلي أنزل هذا وأروح للنظام مالتي، أسوي شير للنظام. هذا جوجل كروم. تمام. دكتور اياد او اي واحد فاتح المايك عفوا تسمعوني؟ نعم دكتور نسمعك. استاذ محمد بوضوح. الطيار رجاء اكتب لي بالشات اذا تسمعني استاذ محمد الطيار انه الجوجل كروم اوكي. استاذ سامر دكتور نسمعك بوضوح. استاذ سامر صار عندكم اللي هو نظام التيتشر، اذا امكن احد يكتب لي بالشات اذا تسمعوني. استاذ سامر تسمعني؟ استاذ سامر اي استاذ محمد حبيبي. صوت واضح جدا واريد يعني طلع عندكم هذا النظام اللي هو باسم نور محمد علي حسين. استاذ سامر باسم نور محمد. اي نعم 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 موجود. اوكي تمام انا راح ابلش بدايه، راح اسجل خروج حتى ادخل من النظام الرئيسي من الصفحه الرئيسيه لصفحه تسجيل الدخول. طبعا كل استاذ عنده يوزر نيم وباسورد خاص به. هذا اليوزر نيم وباسورد الخاص به مجرد انه ادخالهم هنا تقدر اكو هنا تذكرني خلي يكون ببالكم. احنا مرات ما نحبذ انه نستخدمه، نقول لك انه اذا موبايل مو موبايلك او حاسب الكمبيوتر كنظام استاذ ككمبيوتر مو كمبيوتر، لا تحفظ كلمه السر ويعني كلمه المرور وكلمه السر اليوزر نيم والباسورد لا تحفظهم زين. بس اذا الحاسبه مالتك ومتاكد انه هذه الحاسبه انت محافظ عليها ممكن انه طبعا هاي اجراءات امنيه للنظام ممكن انه تحفظهم وتمشي الامور عندك عادي. تسجيل الدخول، راح اسجل دخول للنظام. تسجيل الدخول هاي الصفحه الرئيسيه اللي انتم تشوفوها امامكم. طبعا احنا مقسمينها قسمين، الاول هو التبليغات والثاني هو جدول الدروس اللي موجود عندي. هذا جدول الدروس اللي راح يكون خاص بالاستاذ. طبعا هذا جدول الاستاذ فقط، جدول المتابع انه استاذ ممكن يتابعه، الشعبه وهكذا كلهن راح يكون هنا في الجدول موجودات. طبعا انا سويت لكم فيديوهات اكثريتكم شافها واطلع عليها. اطلع عليها طبعا دني التبويبات كلهن، هاي الرئيسيه، هذه الدرجات، درجات عندي كل استاذ يقدر ينزل درجات مال الطلاب مالته. انا سويت لكم كلها محاضرات فيديويه. انا اليوم اريد اركز على الجزئيه اللي هي خاصه بمن، خاصه بالامتحانات، خاصه بالاختبارات الالكترونيه. فبالاختبارات الالكترونيه وامتحانات عبر الانترنت راح تكون قائمه امتحانات عندي، وعندي نتائج امتحانات، قائمه امتحانات وعندي نتائج امتحانات. بالنسبه لقائمه الامتحانات اللي تشوفوها امامكم، قائمه الامتحانات بس راح اضغطها راح تطلع كل الامتحانات اللي انا مسويها قبل، كل الامتحانات اللي انا مسويها قبل. زين عدي بي هاي الامتحانات، عدي بي هذا البوتون اللي هو الزر اللي هو تحديث، ممكن انه احدث في حاله حدوث اي تغيير عندي، يعني طلاب جاوبوا، عندي امتحان او اختبار انتهى وقته، كلها بس سوي لها تحديث منها، كلها راح يصير ابديت تحديث لكل الاختبارات اللي موجوده وكل شيء يقعد بمكانه، كل شيء راح اشوفه بحالته الطبيعيه. زين شنو بعد عندي؟ هذا مربع مال سيرش مال بحث. شو يحتوي هذا؟ تقدر تبحث عن الاختبارات، عن كل اختبار من خلال اسمه. يعني مثلا انا راح اكتب اختبار، بس اكتب كلمه اختبار. هنا كتبت كلمه اختبار وسويت سيرش مثل ما تشوفون، ايش طلع عندي؟ طلع عندي اكو اختبارين، واحد اسمه اختبار تجريبي نهائي، واكو اثنين اكو اختبار تجريبي نهائي. اوكي
لان اثنيناتهم موجودات عندي. سوى هسه هو سوى فلترنج على اليمين على هذه، تريد تلغي الفلتر مجرد تروح الى هذا تشوفوا البحث عفوا على هذا الاكس اللي موجود هنا بس تضغطوه راح الفلتر انتهى عندي. واضح؟ فاقدر اسوي فلتر واقدر الغي هذا الفلتر عن الاختبار. زين بعد شنو عندي؟ عندي كل اختبار مثل ما تشوفوا عندكم بالماده، اسم الماده هنا، اسم الشعبه، اسم العنوان، العنوان مال الامتحان اللي انا سويته شنو، تاريخ البدء مال الامتحان، تاريخ الانتهاء. قبل لا اعبر للصفحه خليني انبهكم على فالشغله هنا. كل شيء تشوفوه باللون الاحمر معناته هذا الاختبار ايش بيه انتهى. كل شيء تشوفه هنا قدامك باللون الاحمر معناته الاختبار هذا انتهى خلاص هاي راح. بعد كل شيء تشوفه باللون الاسود معناته هذا الاختبار بعده ضمن الصلاحيه اللي انت محددها. واضح؟ فباللون الاحمر معناته الاختبار انتهى، باللون الاسود معناته الاختبار ضمن الصلاحيه. هسه تسال تقول زين اني هذا نفسي اريد ارجع ضمن الصلاحيه، يعني اريد اغير الفتره ما اي ممكن نتغير مالته الفتره بسهوله وراح اتعلمها ان شاء الله شلون نغير هاي الفتره مالته. زين بعد شنو عندي؟ عندي الاختبار هو اكتب فعال او مو فعال. فعال ضمن الفتره اللي انت مخلي بيها لو مو فعال. منها تقدر يعني هذا اني هسه اريد اغير بيه الاسئله. هذا اوكي انا مسويه، انا مسويه من يوم 19/6 اللي هو اليوم اللي هو اليوم لحد 20/6. طالب ممكن انه يمتحن. زين بس اني ما اريده هسه، ما اريد افعله هسه. فممكن تلغي التفعيل مالته منها بس ضغطت هنا طلعت لك. هل انت متاكد؟ اي نعم متاكد. راحت الفعاليه مالته. تقدر تعدل اسئله، تقدر تعدل على اختبار، تقدر تعدل على اسمه، تقدر تعدل على كل شيء. وخلي يكون ببالك ما طول الاختبار فعال ترى ما تقدر تعدل عليه نهائيا. ما طول عندك الاختبار اغلب الاساتذه يوقعون بهاي النقطه، ما اقدر اعدل في الاسئله مالتي اللي خليتها. اي لانه الاختبار انت مالتك مخليه فعال، فالمفروض تروح تطفيه يلا تقدر تعدل على اسئله مالتك. اريد ارجع اشغله هذا الاختبار، من الممكن انه بس اضغط هنا هل انت متاكد؟ ايضا نعم انا متاكد. زين وراح يرجع يفعل لكم الاختبار. بالنسبه عندي هنا ايضا نوع الامتحان، طبعا احنا مخلين نوعيتين هذا النظام، خلي يكون ببالكم نظام السراج UIMS شيء يوفر لكم نوعين من الاختبار، امتحان يومي وامتحان اخر السنه، امتحان يومي وامتحان اخر السنه، اوكي؟ بعد شنو عندي؟ خلي ادني الشريط هنا. عندي عرض النتائج، النتائج تقدر تريد تعرضها لطلابك لو ما تريد تعرضها. اذا تريد تعرضها تخلي هذا اخضر، اذا ما تريد تعرضها تغلقه. هل انت متاكد؟ نعم، راحت من عرضت النتائج. تريد ترجع تعرضها؟ اي ارجع اعرضها، هل انت متاكد؟ نعم. فمنها تقدر تعرض النتائج وتقدر تلغي العرض مالك، تقدر تلغي العرض مالك. زين بعد شنو عندي هنا؟ هسه هذا كلها هي المعلومات مال كل الاختبارات، وهنا مصفطه عندي الاختبارات كلها موجوده عندي. زين راح تسال هذه من صفطتوها انتم حسب شنو؟ حسب تاريخ الاختبار، شو وقتها اجريته انت؟ شوف هذا الاختبار 19/6، هذا الجوال 17/6، هذا 16/6، 13/6 وهكذا وانت نازل. انت نازل. فهنا الاختبارات هي اخواني متسلسله حسب شنو؟ حسب التاريخ اللي بنيتها به واللي اجريتها انت به. بعد شنو عندي؟ عندي هنا كل اختبار قبل لا اروح الجديد، اكو كل اختبار عندي تعديل وحذف وعرض الامتحان. خليني اكبر لكم اياها حتى تشوفوها. اريد واحد من الاساتذه اللي اظل رجاء يعني يكتب لي الصوت واضح، اذا صوت واضح. استاذ وسام تسمعني؟ اذا صوت واضح ماشي الامور تمام يكتب لي الصوت واضح. استاذ وسام تسمعني؟ استاذ حيدر كلش تمام. اوكي استاذ وسام حبيب محمد ضياء. استاذ وسام هنا كل اختبار شوف ايش عندي هنا اقدر اسوي له تعديل. اوكي اقدر اسوي له تعديل، اقدر اسوي له حذف، اقدر اسوي عرض للاختبار على الامتحان، واقدر ارسل اشعار
واقدر اعيد الامتحان. هذا الاختبار شنو هو؟ فعال. اروح اطفي الفعاليه مالته. انت متاكد؟ اي اوكي انا متاكد. طفي الفعاليه مالته، تمت العمليه بالنجاح، هذه ياكد لك اياها. راح ارجع للخيارات، اوكي اقدر اسوي تعديل، ضغط التعديل، شوف النافذه اللي حتطلع عندي، طلعت عندي هاي النافذه اللي تشوفوها امامكم، اسم الماده، وبالمناسبه راح يطلع لك فقط المواد اللي انت تدرسها. انا احنا نحافظ على الخصوصيه مال النظام، وكل استاذ ملتزم بالماده مالته، انه هذا النظام من المميزات مالته انه فقط راح يعرض لك المواد اللي انت تدرسها، اللي شنو واللي اضاف لك اياها الادمن اللي هو بقسمك. استاذ فلان يدرس كذا، عندنا ماده كذا وكذا وكذا، اضافوا لك اياها، وهكذا راح تكون عندك العمليه. فهذه اسم الماده اللي انت تدرسها. هنا الامتحان طبعا خليك تكون ببالك، عرفته فارغ راح ياخذ شنو كل الشعبه. اذا عرفته فارغ جا ضغطت هنا، شوف شخذ عنده كل الشعبة. لا ما أريد كل الشعبة، أريد محددة، أريد بارق، وأريد نور، وأريد سجا، وأريد عباس. شوف دولة أنا أشرتهم فقط، خلي يكون ببالك الاختبار راح يروح فقط لمن دولة. خلاص هاي انتهى، بقية الطلاب ما عندهم. يعني هذا شو وقت نستخدمه إحنا؟ إحنا بالنظام الجامعي نقول من عندنا مؤجلين، من عندنا مؤجلين، من عندنا محملين، من عندنا دولة جماعة الدور التكميلي الرابع اللي جوني. فما أرد أدز الاختبار هذا لكل الطلاب، لا أرد أدز دول الطلاب المحدودين اللي موجودين عندي. ما أريدهم دول المحدودين، راح أشيلهم أني، أشيل الصح من عندهم. عفت كل شيء فارغ، ما طول عفت كل شيء فارغ، إيش أخذ هنا؟ إيش كتب لي كل الشعبة؟ عنوان امتحان الشهر الثالث، تاريخ البدء مالته، من التقويم منه أقدر أحدد التاريخ شو راح يبدي، واقدر احدد الوقت شو وقت راح يبدي. خلصت، انطيت موافق، اوكي. مسح، راح تمسح لي كل التواريخ السابقه اللي انا محددها، هذه يوم 19:37 دقيقه. تريد تاريخ اليوم، يحدد لك اياه بتاريخ اليوم وبتاريخ الساعه هسه الحاليه. تقول له خلي نشوف، هذه نشوف هذا اليوم، اوكي. هذا اخذ اليوم مالي، اليوم اللي هو 19، واضح. اريد بغير يوم، هذا بغير يوم، هذا يوم 20، اوكي. اخذت يوم 20 واخذت الساعه مثلا بالتسعه و32 دقيقه، وش انطيته؟ انطيته موافق. شوف شو وقت صار بالتسعه و32 دقيقه يوم 20/6، بس شو وقت ينتهي؟ ينتهي لازم خلينا نقول انا وياكم يوم 21، اوكي، بال7 و32 دقيقه. انطيته ايضا موافق، ايضا تغيرت هذه. نوع الامتحان مثل ما قلت لكم، مثل ما تناقشنا انا وياكم، اما عندك امتحان يومي او عندك شنو هو امتحان اخر السنه، اما امتحان يومي عندك او عندك امتحان اخر السنه، ذن الاثنيناتهم هو موفر لك اياه هنا هذا النظام. الوصف ممكن تخلي هنا للطالب قد وصف هذا الامتحان خاص بالطلبه المؤجلين لماده كذا وكذا وكذا للشهر كذا، تكتب فد وصف. طبعا ذن يكون هنا اوبشنال، اللي يشوفه هذا عندك الوصف هو اوبشنال اختياري، تريد انت تضيفه تريد ما تضيفه كيفك راحتك. خلصت كل شيء، انطيته شنو هو؟ حفظ. هاي خلاص انحفظ. عفوا، حفظ على اليمن على التعديلات الجديده. واضح؟ هذا بالنسبه للاختبار، زين. راح تقول لي بعد ايش عندك هنا بالخيارات؟ راح اقول لك عندي حذف. تضغط حذف، احنا للخصوصيه وللامنيه اكثر، بنطلع مسج بوكس. اوكي؟ صندوق. سؤال، هل انت متاكد من الحذف؟ اذا تقول له نعم، اوكي راح ينحذف هذا الاختبار كله، اوكي. اذا تقول له لا الاختبار راح يبقى، راح اقول له اني لا، فبقى عندي الاختبار. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه الى الحذف. شنو بعد عندي؟ عرض الامتحان. اريد اشوف الاسئله مال الامتحان انا شلون بنيتها، ضغطت عليها عرض الامتحان. يلا خير، تشوفون طلع عندي هذا عرض الامتحان. خلنا نصغر لكم الشاشه شويه حتى تشوفون الامتحان على كبره مثل ما نقول. هذا سؤال الاول، هذا سؤال الثاني، هذا السؤال الثالث، وهذا سؤال الرابع تشوفوه امامكم، وهذا السؤال الاخر اللي هو السؤال الخامس. راح
حتقول لي شنو الفائده من عرضها، انا رجعت عرضته، راح اقول لك اكو هنا عندك تشوف هاي طبعا اول شغله تقدر تسويها، اكو عندك تعديل تقدر تعدل على هذا السؤال. راح تقول لي لا ارد اعدل على السؤال الثاني، اقول لك جوه قدام السؤال الثاني عفوا ايضا اكو شنو، اكو تعديل، هم اكو تعديل فتقدر ايضا تعدل ما عندك مشكله. راح تقول لي هذا السؤال كله ما اريده، اقول لك عندك اكس تقدر تحذفه، اوكي تحذف هذا السؤال نهائيا من قائمه الاسئله اللي موجوده عندك. شكو بعد عندك اخر شيء ممكن انه تضيف سؤال، هلا اصغر لكم اياه حتى تشوفوها اكثر، تشوفون هنا ممكن اضافه سؤال. هذا كلهن هسه ان شاء الله راح نجي نمر علينا انا وياكم وراح نتعلمهن باذن الله تعالى كل واحد وش راح يسوي عندي. فهذا عمليه عرض السؤال مالتي، خلي يكون الطالب عرض الامتحان هنا تشوفوا هذا ايضا عرض امتحان انا قبل داخل له هذا الامتحان عرضه عندكم، ف طلعت عندي هنا الامتحان اللي اني يعني اللي عرضت محتوى يعني. راح ارجع للقائمه مالتي مال الامتحانات حتى ارجع اشوف شكو بعد بيها عندي. عندي هنا بالخيارات اخر واحده اخذناها عرض الامتحان ارسال اشعار، راح يدز اشعارات الكل الطلبه المشتركين واللي انا اشرتهم صحات قبل شويه، واضح راح يدز لهم اشعارات بالموبايلات مالتهم، راح يدز لهم اشعارات عن موبايلات مالتهم عن ايميل امتحان. خلي يكون ببالكم إعادة أمام مادة، شوف راح أعيد أنا بنفس الأسئلة فهذا من الممكن السلام عليكم اخوان تسمعوني اخوان الاعزاء عليكم السلام استاذ سمعوني ان شاء الله هسه الان لا دكتور عيال هسه الان رجعت من جديد انت دكتور تفضل اي نعم اوكي تمام طبعا هذا راح ارجع انه فيدباك سريع تعديل اوكي التعديل راح يعدل لي على الاختبار واسئلته الحذف راح يحذف لي الاختبار عرض الامتحان راح اعرض الامتحان ارسال اشعارات راح ارسل اشعارات الى الطلاب اعاده الامتحان راح اعيد الامتحان اوكي بس بشنو بغير نمط نفس الاسئله مالته بغير مده بغير اسم كيف يعني هذا بالنسبه لمن لذني الخيارات كلها اللي موجوده امامي زين بعد شنو عندي عندي جديد هذا المهم جديد اقدر من خلاله ابني اختبار جديد متكامل جديد اقدر ابني اختبار جديد متكامل من خلاله زين راح اجي ضغط الجديد شوية أنا وياكم طبعاً فقط المواد اللي أنت تدرسها حفاظاً على البرايفسي الخصوصية مال النظام فقط تطلع لك المواد اللي أنت تدرسها الامتحان لكل الشعبة أو طلاب محددين أريد لكل الشعبة العنوان راح أسميه امتحان الدور التكميلي الرابع على سبيل المثال راح اسوي انا للدور التكميلي دول الطلاب اللي عندي خلي ابني للطلاب اللي عندي هسه اللي راح امتحنهم هسه اللي طونا امر بامتحاناتهم ارد ابني لهم اختبار زين تاريخ البدء شو وقت راح يبدي انا امتحاني الاحد اليوم 19 ساتردي 20 الاحد 21 ساندي اوكي
ليش يبدي الاختبار؟ هل يبدي للساعة بالتسعة؟ هذه بالتسعة وهذه شنو؟ هذه الصفرين مالتي صار بالتسعة. طبعا بي ام دير بالكم ننتبه الى موضوع الاي ام والبي ام، ترى كلش مهم الاي ام والبي ام صباحا ومساء كلش مهم. اوكي يعني هذه حقيقة انا دا اركز بيها. انتم كلكم اساتذة وافاضل اساتذة اجلاء، بس احنا دائما شو نقول؟ نقول جل من لا يخطئ. هذه واحدة. اثنين، هذه المواضيع تسبب لي كوارث، خلي تكون بايكم تسبب لي كارثة. راح تقول لي شلون تسبب لك كارثة؟ اقول لك انت متفق ويا الطلاب هذا الامتحان يتم بالتسعة بالليل، وانت هنا محددها اي ام يعني بالتسعة صباحا. من حددته بالتسعة صباحا ممكن ان ينطلق للطلاب بالتسعة الصبح، واضح؟ والطلاب تقدر تدخل تشوفه هذا الاختبار وشوف الاسئلة، واضح؟ ما جاوب عليها هسه لا، خلي تصير الساعة بالتسعة بالليل الله جاوب عليها، فيسبب مشاكل ومشاكل. هذه المواضيع شوف ايش قد الجزيئات، ايش قد هذه بسيطة بس هي سبب مشاكل ومشاكلها كارثية تسوي لي اياها. زين، فهنا بالتسعة اي ام انطيته صباحا، وانطيته شنو؟ انطيته موافق. طبعا هم التعليم العالي الوزارة حسب تعليماتها قالوا لي هذا الاختبار المفروض انه 21/6 بنفس اليوم، اوكي، وتنهي لكن خلنا نطيهم طيهم ساعتين، ما خسرانين، هم 3 ساعات قالوا لنا بس احنا خلنا نطيهم ساعتين هسه انا وياكم، او نطيهم شنو؟ نطيهم ساعتين ونص، اوكي، وهذه الساعتين ونص ايضا شنو؟ اي ام. راح تقول لي ليش مو بي ام؟ اوكي، ليش مو بي ام؟ اقول لك مو هذه ايضا تسبب لي مشكله، يعني راح اتيحها مده 11 ساعه 12 ساعه او 23 ساعه. شوف احسبها بين 9 الصبح وبين 12 ونص بالليل، يعني مشكله تسبب لي. فهنا انا راح انطيهم اساني ايش قد اعطيتهم؟ بالله انا اعطيتهم من 9 ل 12 ونص 3 ساعات ونص، انا راح اعطيهم 3 ساعات فقط حسب تعليمات الوزاره، هاي ب 12، واضح؟ راح انطي شنو؟ راح انطي موافق. انطيته موافق مثل ما تشوفون، ضبطت التوقيت مالتي، ضبطت التاريخ مالتي، رجعت لهم مره ثانيه دققتهم، اوكي؟ انطيت نوع الامتحان، نوع الامتحان هنا اما عندي امتحان يومي او امتحان اخر السنه، هو اخر سنه بس هو تكميلي، دور تكميلي رابع، هو مال اخر سنه. اني تريد هنا هذا الامتحان فقط، اجي اكتب هنا هذا الامتحان فقط لطلبة الدور التكميلي وخلاص، هو راح يطلع عندهم هيجي. خلصت كل ذني الاوبشنات اللي تشوفوها امامكم، مش انطي؟ انطي حفظ، واضح؟ شو سوالي؟ خل اصغركم اياها حتى تشوفوها. سوالي هنا امتحان الدور التكميلي الرابع، هذه طلعت عندي هنا، هاي عرض للامتحان، بس مشكله هنا الامتحان ما هو ولا سؤال بي. تشوفوا كل شيء ولا سؤال بي. راح اجي اضيف اسئله، راح اجي اضيف اسئله لهذا الاختبار، اضافه اسئله منا، إضافة سؤال. تشوفوها نظام السراج كم واحد فيه؟ هذا 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5، 5 أنواع من الاختبارات. أنا راح أجي أقول لك لا مو 5 أنواع، 7 أنواع من الاختبارات. نظام السراج UIMS عفواً يوفر لي 7 أنواع من الاختبارات. راح تسألني شنو هن ذن 7 أنواع؟ خلينا نجيهن أنا وياك ونضيفهن واحد واحد. الأول هو املأ الفراغات، املأ الفراغ، اوكي. شوف املأ الفراغ ضاف لي هذه، املأ الفراغ طبعا هذا راح يتحمل سؤالين، هذا املأ الفراغ راح يتحمل سؤالين. الاول هو الشورت انسر، شورت انسر اللي موجود بالمودل، اللي موجود بالمودل، اللي موجود بالجوجل كلاس روم، نسيت هو الشورت انسر، يعني اللي تكون اجابته شنو؟ اجابته قصيره، اللي ممكن تكون كلمه او كلمتين. وبنفس الوقت هذا النوع اني اقدر اخليه للاسئله المقاليه اللي احنا نسميها essay questions، اللي هي الاسئله المقاليه اللي بيها البروجراف بالموديل، يسموها الاسي كويشن، بالجوجل كلاس روم
يسموها البارجراف، الاسئله اللي هي تتحمل فقره كامله. اوكي، وخلي يكون ببالكم هنا احنا ما محددين، يعني تقدر يقدر الطالب يكتب اللي يريده. زين، في هذا يعني هسه انا هذا من الفراغ راح ياخذ احتماليه، فذني سؤالي انا راح استخدمهم اثنينات لكم. الاول شوف انا راح اخذ الشورت انسر في البدايه، نو ايميج، نو ايميج هنا. طيب مثلا انا بدي اصعد الصوره تعجبني، اجي صعدت هاي الصوره قلت له اوبن، اوكي مثلا صوره مخطط صوره كذا، انا اريد اسال عليها واريد ابين له، اريد اساله يعني السؤال يتعلق وين بهاي الصوره على سبيل المثال. زين، رقم السؤال راح اجي اقول له هنا سؤال رقم واحد، راح اخلي شارحه على سبيل المثال، عفوا هنا سؤال واحد، راح تسالني هذه المن، هذه راح ترقم لي السؤال وتفيدني هناك بجماعه اللجنه الامتحانيه ان كل سؤال راح يكون رقم السؤال وتكون الدرجه امامه. منطوق السؤال يدير بالك هنا من رقم الاسئله، يكون التلقيم صحيح، يعني كانما انت تطبع اسئله بالبيت. يعني من يكون عندك سؤالين باسم سؤال الثالث او سؤال الاول راح يصير عندك مشكله بالاسئله. فنفس الحاله هنا أنا بالنظام الالكتروني، سؤال الاول اوكي حطيت فراغ، نستطيع من خلاله ادخال الحروف والرموز والارقام الى جهاز الحاسوب. وانا عايز فراغ، طبعا هو من هو انا كتبت هذا باختصاصي مثلا بالحاسوب، هو طبعا لوحه المفاتيح او اسمها الكيبورد. أنا الإجابة الصحيحة هنا راح أكتب لوحة المفاتيح على سبيل المثال. أوكي، الاسم العلمي هي لوحة المفاتيح، خلي يكون ببالك. الكيبورد هذا هو الاسم الإنجليزي بس متداول عندنا. زين، هذه تستخدم للتصحيح التلقائي، لا هذا النوع من التصحيح من الأسئلة ما بيتصحيح تلقائي، خلي يكون ببالك. ليش؟ لأنه أنا راح أظلم الطالب هنا داخلها تصحيح تلقائي، راح تقول لي ليش فهم؟ راح اقول لك الطالب ممكن يكون له يقول لوحه المفاتيح يكتب صحيحه، من الممكن يكون يكتب الكيبورد صحيحه، واكو هذا باحتمالين، اكو لا بثلاث احتمالات، ثلاث اربع احتمالات، خمس احتمالات، ست احتمالات. اوكي، فهيك يعني بيها قد ظلم للطالب، يعني ما ممكن انه يصحح تلقائي. يعني هنا خلي يكون ببالك النظام في نوعين من التصحيح، في تلقائي وفي تصحيح يدوي. التصحيح التلقائي راح ناخذها المالتي تشويز والسنجل تشويز. بالاسئله المقاليه وبالشورت انسر لا، التصحيح يدوي، انت تصلح بيدك حسب قناعتك بالاجابه راح تصلح. راح تقول لي زين انت من جيت كتبت هنا لوحه المفاتيح، ليش كتبتها لعب؟ اقول لك هذه عباره عن اجابه نموذجيه، انت راح تخليها، راح يجي وراك استاذ يصلح، راح يشوف هاي الاجابه النموذجيه قدامه ممكن انه يصلح عليها. اوكي، راح يجي تجي انت هاي الاجابه مرات تنساها جل من لا ينسى. اوكي، فممكن انه تذكرك انه هذا السؤال انت كنت قاصد بيه هذه من خليته. فهذه عباره عن اجابه نموذجيه فقط، ما راح تعتمد على التصحيح التلقائي مالي. درجه السؤال راح اخلي لها درجتين على سبيل المثال، خليت لهذا السؤال ايش قلت؟ خليت له درجتين، شطيته اعطيته اضافه. راح تلقى هنا تمت العمليه بنجاح. تمت العمليه بالنجاح يعني اوكي مشت امورك، اي انضاف خلاص، بعد لا تركز فيه، انضاف انتهى. اكو اساتذه يسالون، اكو عندهم اسئله، اساتذتنا الافاضل ان شاء الله الاسئله كلها راح تكون بنهايه المحاضره باذن الله تعالى. ايش عندكم اسئله احنا راح نكون خدمتكم ونجيب عن كل استفساراتكم باذن الله تعالى. زين، خليني اكمل. راح اخذ النوع الثاني اللي هو ايضا املاء الفراغ، وراح اخلي بي سؤال اللي هو من نوع الاسي، صعد الصوره ايضا على سبيل المثال، خليها هنا اسم هذا السؤال، راح اقول هذا سؤال رقم 2، سؤال رقم 2. اوكي، تكلم باختصار عن وحدة
المعالجة المركزية في جهاز الحاسوب، وخلي فارزة منقوطة. واضح؟ خلي فارزة منقوطة. زين، الإجابة الصحيحة أيضا راح أكتبها هنا، شقد سطر، سطرين، ثلاث أسطر، أربع أسطر، أوكي؟ أروح أجيبها كوبي وأخليها بيست. قبل شوية واحد من الأساتذة يقول بيها كوبي بيست، هذه الكوبي بيست تشوفوها، أقدر آخذ من عنده وأقدر أرجع لها. فأخلي الإجابة اللي تعجبني وين أخليها، خليها هنا. زين، بقى عندك درجة السؤال، راح أخلي له هذا السؤال يا ذي عليه 10 درجات. وش أقول له؟ أقول له إضافة. طلعت عندي هنا تمت العملية، أروح وين؟ على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول اختيارات متعددة، هذا احنا نسميها multi choice. أوكي؟ طبعا اختيارات متعددة أقدر أصحح تلقائي. واضح؟ اسمه سؤال ثلاثة، أو راح أخلي سؤال شريحة ثلاثة، أو مثل ما كتبت البقية لازم ننسخ بيناتهم. عفوا، سؤال ثلاثة وخليه شارحة، أوكي؟ هذا سؤال ثلاثة. بي إيمج نخليه، خلي له إيمج، ماكو مشكلة. هذه جبت هالإيمج وقلت له أوبن، أوكي؟ أنطيت السؤال هنا، إيش راح أخلي؟ من وحدات الإخراج في جهاز الحاسوب، أوكي؟ وراح أخلي علامة استفهام. هذني شنو؟ إجابات متعددة، يعني ممكن إنه تخلي إجابات صحيحة متعددة، أو ممكن تخلي إجابات خاطئة شنو؟ أيضا متعددة. ممكن تخلي إجابة واحدة صحيحة فقط، وممكن تخلي إجابة واحدة خطأ، خلي يكون ببالك. واضح؟ فالإجابة الصحيحة بما أنه هنا عدة إجابات، أنا راح أكتب من وحدات الإخراج في جهاز الحاسوب، راح أكتب الشاشة. تشوفون كتبت الشاشة، حتى أخليه يأخذها هذه الشاشة ويدخلها، دخلها ضمن المفردات اللي موجودة عندي، راح أضغط شنو؟ Enter من الحاسبة، Enter. أوكي؟ تشوف شلون صارت خطرة. متى تريدها؟ روح أضغط الإكس، هذه راح تنمسح. واضح؟ رجعت مرة ثانية الشاشة، ضغطت Enter، بعد طابعة، ضغطت Enter، أخذها. اوكي، رحت للاجابات الخاطئه، قلت له وحده المعالجه، اوكي، انتر، بعد الماوس، انتر، اوكي، خليت اثنين صحيحات وخليت اثنين شنو؟ اثنين خاطئات. راح اخلي اربع درجات، حتى كل وحده اثنين، كل اجابه صحيحه اثنين، وراح اقول له شنو؟ اضافه. واضح؟ هذا الاختيارات المتعددة اللي هو multi choice. خيار واحد، خيار واحد فقط. إذا راح أجيب صورة، راح أجيب صورة وخليتها هاي الصورة، قلت له تحميل. أوكي، هنا حيصير عندي سؤال رقم أربعة، هذا السؤال رقم أربعة. صيغة السؤال تقوم بمعالجة البيانات، وخليت علامة استفهام. واضح؟ جيت هنا، من هي اللي تقوم بعملية معالجة البيانات؟ طبعا هي وحدة المعالجة المركزية. راح تقول لي اضغط انتر، لا لا تضغط انتر هنا، راح تقول لي ليش؟ اقول لك مو هي اجابه واحده فقط، اذا تضغط انتر هسه انت هنا راح ياخذ السؤال ويخلص، خلص يعني يعتبرك سؤال انتهى، انت كتبته بدون ان تكتب الاجابات الخاطئه، راح يطلع لك فقط تشويز واحد. زين، اجابات الخاطئه راح اقول الماوس، انتر، تشوف ليش؟ لان اكو عده اجابات خاطئه. راح اقول الشاشه، انتر، بعد لوحه المفاتيح،
انتر. اه خلاص اوكي. شد عندي عندي واحدة راح اخلي عليها درجتي. وش اقول له؟ اقول له اضافة. طلع عندي تمت الاضافة بنجاح. راح تقول؟ راح تقول زين اذا هيجي اذا هيجي اذا هيجي انت تشتغل زين. هذا السؤال بعد بي شيء اي بعد بي نوع اخر. انا مو قلت لكم ثاني 1 2 3 4 5 قلت لكم 7. شوف الثاني شنو هو، راح تسال الثاني شنو هو. اقول لك الثاني من الممكن هنا بخيار الواحد تستخدم صح وخطا. شايفين ترو والفولس عندنا صح والخطا، هنا تستخدمها بخيار واحد. يعني هم راح اخذ ايمج اوكي، راح اجيب هاي الايمج راح اقول له اوبن، راح اقول له سؤال رقم 6 وخليت هذه صيغه السؤال اوكي. تعتبر او خلينا نقول تفقد الذاكره او ذاكره، خلينا نقول ذاكره الوصول العشوائي بياناتها عند انقطاع الطاقة الكهربائية. تشوفون طبعا هي اذا تسألني صح لو خطأ اقول لك هي صح. شو راح اجي اكتب هنا؟ خلي صح بالاجابات الصحيحة. وش راح اخلي هنا؟ خلي خطأ. بس هاي الخطأ اضغط انت صح ما تحتاج لان هي اجابة واحدة. درجة السؤال اخلي بي عليها ايش قد درجتين. اضافة اضافة انتهى ضفتها. النوع الاخر املأ الفراغ قيمة رقمية. واضح هنا فقط تكتب بالاجابة لازم قيمة رقمية. طيب السؤال 6 ورجاء نحافظ، انا ما اعرف التسلسل صح خطأ مالتي. شوف عندي سؤال 6 راح امسح، سؤال 7 يعني احنا ناكد انه الاسئله دير بالك بالترقيم مالك. ترى بعدين في الواجهات مال اللجنه الامتحانيه راح يطلع هذا الترقيم، راح يطلع هذا الترقيم يعني يطلع عندهم، والدرجه راح تكون عندهم. يعني اذا مخلي انت سؤالين 7 راح يطلع درجتين للسؤالين 7 اللي موجود عندك. واضح؟ فرجاء تنتبهون هنا على موضوع الترقيم، واحنا خليناه واحده. وتنتبهون على شغله انه لا تخلي لي صيغه السؤال هنا، دير بالك هنا فقط رقم السؤال. فقط هنا رقم السؤال، صيغة السؤال حجم وحدة الذاكرة المخبئية اللي هي كاش ميموري هو، وخليت فراغ ونهاية علامة استفهام. الإجابة الصحيحة 256 أوكي؟ راح تسأل هذا بتصحيح تلقائي؟ لا ما بتصحيح تلقائي أيضا، وخلا أرجع أكد لك إياها. الفراغ ما بتصحيح تلقائي، اختيارات متعددة بها تصحيح تلقائي، خيار واحد بتصحيح تلقائي، املأ الفراغ قيمة رقمية ما بها تصحيح تلقائي، الملف المرفق ما به تصحيح تلقائي. ارجع اعيدها، خيارات متعدده وخيار واحد بهن تصحيح تلقائي، لان الثلاث انواع الباقيه ما بهن تصحيح تلقائي. فقط الاجابه راح اخليها هنا هي اجابه نموذجيه حتى من اصلح انه استند عليها. راح اخلي عليها درجتين وانطي شنو؟ انطي اضافه. اوكي هاي انتهينا من عندك. شكو عندك بعد؟ عندك ملف مرفق، هاي يفيدك بالتقارير هسه اللي طلبتها وزاره التعليم العالي اللي عليها 30 درجه من الممكن انه تستخدم، ودائما يرفق لك اياها. طبعا هو محددك هنا، محدده هنا للطالب، اما يرفق ملفات من نوع دوكيومنت دي او سي اكس، او يرفق ملفات بي بي تي اكس، او يرفق ملفات بي دي اف، او يرفق ملفات جي بي جي الى اخره. موجودات الامتدادات كلها عنده. ملف ما موجود ضمن اللي نريده ما راح يقدر الطالب انه يرفقه نهائيا، ما راح يقدر الطالب يرفقه. فاجيت هنا
حطيت سؤال وصلت 8 اوكي حطيت شارحه سؤال اكتب تقريرا عن الطابعات على ان لا يتجاوز اوكي 10 صفحات خليت علامة استفهام ملف مرفق درجة السؤال هذا راح اخليه 30 درجة مثل ما طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عندي وش راح اقول له قبل لا هاي خلي له اهم صورة هلا خلي له صورة اي صورة عندي قلت له موافق وهنا بعد ما حملت هاي الصورة قلت له اضافة راح تقول لي صور بدون صور اي خو تقدر تخليها بدون صور ماكو مشكلة تمشي عندك في الامور اوكي خلصت كل دني الاسئله مالتي كم نوع 7 انواع من الاسئله سويت يعني اضافه السؤال بعد ما اريد اضيف سؤال او قبل لا هذه تقدر تضيف راح تقول لي اقدر اضيف بعد سؤال متعدده ضيف 1 و2 و10 و15 نهائيا يعني ضيف اللي يعجبك راح تقول لي احنا مرات الاسئله مالتنا السؤال الاول يحتوي الف وباء وجيم ودال اقول لك كل الانظمه الالكترونيه ما تخلي لك سؤال داخل سؤال او تقدر ترقمها هنا انت هم تقدر ترقمها سؤال اول فرع الف سؤال الاول فرع باء انت تقدر ترقم اوكي بس هي الافضل كل الانظمه الالكترونيه تخلي مستقل راح تقول لي مو صار عندي 40 سؤال يا اخو خليه صار عندك 40 سؤال بعد انت بالدفتر من تجي تحسبهن وتخليهن ما يصير عندك 40 سؤال انا راح يصير ان اذا تحسبهن سؤال اول فرع الف انا راح احسبه عليك 1 سؤال اول فرع باء انا ما راح احسبه عليك 1 كذلك هنا الانظمه الالكترونيه فهنا تقدر تضيف من الانواع اقدر اخلي كلهم عباره عن اختيارات متعدده يخلي كل الاسئله مالته كلها ام سي كيو ما عندي مشكله خليها كلها وخلي صحح تلقائي عندك 300 طالب 400 طالب كلهم يصحح لك اياهم تلقائي بضغطه زر واحده مالتهم هو ما عندك مشكله بهالموضوع هذا فهنا خلصت اضافه الاسئله راح ارجع للامتحان مالتي اسوي عرض للامتحان شوف الامتحان راح يطلع عدة طالب هيك اخواني هل اصغر لكم اياها حتى تشوفوها تشوفوها هاي الواجهه هذا الامتحان عدة طالب راح يطلع هيك هذا السؤال الاول هذا والطالب وين يجاوب يجاوب هنا انا بهذا البوكس هذا المربع حال صندوق النص اللي موجود عندي اوكي هنا السؤال الثاني اي صوره انا حملتها اتكلم باختصار عن وحده المعالجه المركزيه بالمناسبه درجه السؤال راح تطلع ترى عند الطالب هنا هاي 10 بعد السؤال الثالث كذا السؤال الرابع كذا وهكذا هاي كل الاسئله اللي اني بنيتها راح تطلع هيك عند الطالب راح تقول لي هذا اني انا خليتهم خلاص ما اقدر اعدل بيهن لا تقدر تعدل بيهن هذا السؤال الثامن ما عجبني راح اضغط لك اياها انا اروح اضغط لك اياها تقدر تضغطها راح ترجع للسؤال شوف وين رجعك للواجهه مالتك واضح تقدر تغير هذا السؤال باللي يعجبك ورا ما غيرت شو تقول له تقول له حفظ التعديل ما اريد 10 صفحات اريد 15 صفحه نسيت أني التعليم العادي قالوا 15 صفحة خليته 15 صفحة وشطيته حفظ التعديل واضح؟ شوف رجع عندي هنا السؤال الأول سؤال الثاني سؤال الثالث هذا سؤال الثامن شوف ايش دي يقول لك هنا اكتب تقريرا عن الطابعات على أن لا يتجاوز 15 صفحة 15 واضح؟ لأن كلهن وش قال لك هذا نوعيته ملف مرفق لازم ترفق ملف طبعا هناك بصفحة الطالب راح يطلع له البوتن مال ارفاق ملف راح يطلع له البوتن مال ارفاق ملف هذه اخواني بنية الاسئلة مالتي بهالشكل هذا باحترافي بابسط طرقها هذه بابسط طرقها راح تقول لي هسه انا اريد ارجع اوكي انت تقدر ترجع منين تقدر ترجع منها من قائمة الامتحانات رجعت من قائمة الامتحانات راح تلقي الامتحان اللي انت بنيته باوع الفيزيولوجي 2 لاب اوكي كلية الصيدلة امتحان الدور التكميل الرابع
21/6 راح ينفتح 2020 الساعة 9 AM ينتهي بال 21/6/2020 بال 12 AM واضح؟ بس هو لحد الآن مو فعال، تقدر تفعله وتقدر ما تفعله، فعله راح يكون متاح للطلاب بهذا التاريخ. تقدر إذا ما مفعل لا خلي يكون ببالك إذا هذا أنت ما مفعله ماكو حتى بهذا التاريخ بهذا الوقت هو ما متاح للطلاب، فلازم إنه شنو تفعل يلا يشتغل عندك واضح؟ فعل مشت أمور. راح تقول لي هذا الامتحان زين أقدر أعدل عليه؟ إيه تقدر تعدل عليه، أنت مو سويت وسويت أسئلتك ريت ترجع تعدل عليه من أساتذة خيارات عندك تعديل. هلا أشوفك إياه حتى أشوفه أفضل لك هذا التعديل تشوف كله، تقدر تحدد المادة، تقدر تحدد الطلاب، تقدر تحدد امتحان الدوري التكميلي، وهكذا راح تكون عندك هذه الأمور كلها. ورا ما خلصت أنطيته شنو هو؟ أنطيته حفظ واضح؟ ورا ما خلصت أنطيته حفظ. تقدر راح تقول لي هسه انا عدلت بس على الواجهه الرئيسيه، زين انا ارجع اعدل على اسئله نفسيه، اقدر ارجع اعدل انا على اسئله، راح اقول لك راح تروح لمن؟ العرض الامتحان. اوكي عرض الامتحان صبر شويه خليه يحمل، راح تطلع لك الاسئله مالتك من هذا القلم مثل ما اتفقت انا وياكم، تقدر تعدلون السؤال اللي انتم تريدون، تقدر تعدل السؤال اللي انت تريده، تحذف سؤال، تقدر تضيف سؤال جديد، خاف تريد تضيف أسئلة جديدة. أوكي العملية كلش سهلة تتم بكل سهولة. هذا بالنسبة إخواني إلى بناء اختبار الكتروني والتعديل عليه بالنسبة للأستاذ، بالنسبة للأستاذ حتى يطمئن قلبي، حتى نشوف شلون تتم هاي العملية وشلون تصير عندي. هلا أشوفكم إياها عند الطالب شلون تصير أيضا، خلني نشوفها أنا وياكم، نشوفها عدل طالب، نشوفها عدل طالب. زين عند الطالب راح افتح تاب جديده، هذا الطالب هلا حامل الطالب، هلا شوف شلون راح تطلع عند الطالب، راح اجاوب عليها وارجع اصلحها حتى تكون عمليه متكامله عندي. شغله نسيتها هناك صراحه، وين عند الاستاذ مو سويت هذا الامتحان؟ اكو بالخيارات هنا ارسال اشعار، هل تنزل اشعارات لكل الطلاب؟ اوكي انت متاكد تريد ترسل اشعارات؟ اي اوكي حتى يروح اشعارات لكل الطلاب. شوف صار عندي هنا سويت ريفرش، هل اسوي تحديث هنا؟ هسه كل شيء ما عندي، هل اسوي ريفرش تحديث؟ اوكي قائمة الاختبارات، قائمة الامتحانات، أعتقد هذا الطالب هو نفسيته اللي دقائق بس هذا الطالب مو نفسي تتابع لهذه المادة اللي سويت بيها أني الاختبار، بس خل أشوف من سويت لأي مادة عفوا فيزيولوجي كل الشعبة امتحان التكميل الرابع. هلا ادخل على طالب اونلاين، عندي طالب اونلاين، ثلاث دقائق دعك. سجل خروج من هذا الطالب، تمام خروج فيه
هلا ادخل اونلاين. اسم المستخدم اوكي والباسورد. بس دي يحمل أساتذتنا الأفاضل. ثواني اي بالضبط. حاليا صوت واضح، اللي يسألون انه لا تبتعد عن المايك، ان شاء الله يكون واضح. استاذ علي اذا تسمعني حبيبي. نعم استاذ وسام، واضح صوتك استاذ وسام؟ معني صوتي واضح استاذ وسام؟ اي نعم اسمعك. واضح صوتك هو واضح. اسمعك اسمعك واضح اسمعك صوتك. اسمعك واضح. إيه؟ نعم واضح. تمام 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 تمام. خيارات تعديل، راح اعدل وقت ايضا، راح اخلي هذا الامتحان يكون متاح اليوم 19 الساعه بيش بالعشرة، خلي اخليه الساعه 10 هذا الامتحان، خلي الساعه 10 صار بالعشرة موافق، واخليه ينتهي بعد ساعتين. ايش وقت راح اخليه اليوم ينتهي بعد ساعتين اللي هي ب 12 عفوا بالعشرة اي ام هنا دقائق ارجع اغيرها ايضا يوم 19 اخليه بس شنو هنا ب 12 اخليه بي ام، خل اخليه ب 12 بي ام قلت له موافق هذه، وهنا العشرة مالتي خلي تكون بي ام مساء، وراح اقول له ايضا شنو موافق، اقول له حفظ خليته متاحة من العشرة لل 12 هذا الامتحان مالت الدورة التكميل الرابع وخليته. طبعا هنا ب 12 بي ام اخذ خارج الفترة مالتي، اخذ خارج الفترة مالتي، خل اروح مرة ثانية ب 12 راح اعتبره اي ام صباحا، اقول له موافق، خل أقول له حفظ امتحان الدور التكميلي الرابع أيضا أخذ خارج الفترة مالتي، أرجع مرة ثانية لحد ما أضبط الفرامة خل أشوفه هذا أي أم، وراح أقول له حفظ حاليا أخذه ضمن الفترة أو أيضا طالع عن الفترة، خلي غدا مثلا خل اخليه ينتهي مثلا يوم 20 الصباح على سبيل المثال، راح اقول شو هو فعال، سويت تحديث ابديت، خل اشوف ال مرة إلى هنا تحديث، خلي يسوي تحديث عندي هنا أساتذتي
شوف عملية الفن قائت بها أستاذ وسام. أستاذ وسام أخوي العزيز أعتقد أكو عنده مشكلة بالصوت. أستاذ وسام عفوا أستاذ تسمعني إن شاء الله؟ إيه هسه نسمعك هسه تمام. هذا لأنه كان يحمل الإنترنت راح شوية. تفضل يا حبيبي. شوف الخطأ مالتي، شوف الخطأ مالتي بيش سببي الخطأ مالتي إنه كنت ما فعل. راح الصوت استاذ وسام. صار الرج مو الفتره اللي انا بيها. نعم تسمعني هسه استاذ؟ هسه تمام هسه تمام تفضل تسمعني؟ نعم نعم هسه تمام اوكي. اي والله يا ريت خليك معي لانه صوتك يتقطع يعني معناته انا معك أكو معك معك الاساتذه توصلهم المعلومه بصحه. تفضل يا حبيبي تفضل ان شاء الله. فهنا شوف الخطا مالتي انا اللي اخترته اوكي. امتحان اني اللي هو مال دور التكميل الرابع اوكي، هذا دور التكميل الرابع كانت الفرنج وكان امتحان مو مفعل، ما نزل بالاشعارات مالت من ما راح للطالب نهائيا اوكي. من خليته ضمن الفتره وفعلته هنا صار عندي نزل ضمن الطالب، رحت لقائمه الامتحانات مالته هذا الطالب اوكي. شوف ايش طلع عنده امتحان الدور التكميل الرابع هذا عند الطالب هسه طلع عندي اوكي. من مخلي الاستاذ نور محمد علي حسين هذا الاي دي مالته، الماده كذا، تاريخ البدء كذا، تاريخ الانتهاء كذا اوكي. هذا الامتحان فقط لطلبه الدور التكميلي هذا الوصف مالته اوكي. يقدر يجاوب عليه يقدر يجاوب عليه، ليش؟ لانه ضمن الفتره راح ارجع لك، هم ضمن الفتره هم شنو هو هم مفعل. راح تقول لي اوكي انا ضمن الفتره بس ما ارد افعله هسه، اقول لك بس طفي هذا التفعيل راح ما يقدر يجاوب على اسئلته نهائيا. رجعت للطالب شو راح يجاوب؟ عرض الامتحان، راح يعرض الامتحان اوكي. هذا الاول، هذا عرض الامتحان زين. نستطيع من خلاله ادخال الحروف والرموز. اجيت هنا كتبت لوحات على سبيل المثال لوحات المفاتيح اوكي. ضغطت بره، بس ضغطت بره شوف تم حفظ الاجابه، تمت العمليه بنجاح. ارجع اعيدها، بس ضغطت هنا بره تطلع لك تمت الاجابه. اجيت غيرتها، لا والله مو لوحه المفاتيح، خاف الاستاذ ينقصني، راح اخليها الاسم الانجليزي مالته اللي هو الكيبورد اوكي. بدلت الاجابه، تشوفون الاجابه بدلتها، ضغطت برا رجعت تم حفظ الاجابه، تمت العمليه بنجاح. راح تقولوا لي اكو ليش ماكو تسليم نهائي؟ ليش ما سلمهم كل نهائيا؟ لا، هذا اولا راح يخفض ضغط العمل عندما يرفعون الاجابات طلاب، راح تكون يعني بارتات بارتات الاجابات مالتهم على شكل اجزاء، هاي وحده. اثنين هي تطلع عندهم مسج يعني تطلع هيك يسلم اجابه ورا الثانيه، يعني وحده ورا الثانيه. فالنظام يعني مثلا قطع عنده الكهرباء، هو وين واصل هو مسلم؟ خلاص منيش الباقيات كلهن مسلمها. جيت هنا انطيت كيبورد. السؤال الثاني، تكلم باختصار عن وحده المعالجه المركزيه. والله راح اكتب له وحده المعالجه المركزيه، وحده المعالجه المركزيه هي الوحده التي يتم من خلالها اوكي تنفيذ العمليات والاشراف على جهاز الحاسوب. هذه كتبت لي هي، فقط ضغطت هنا ايضا تمت العمليه بنجاح. تشوفون اخواني مثل ما قلت لكم ترى درجه السؤال تطلع للطالب حتى يعرف السؤال ايش قد عليه، وكتب لك هنا تم حفظ الاجابه. تعرفون الطالب ما يرتاح اذا ما يتاكد انه اجابته شبيهه حفظت. بعد اكو فشي هنا ترى كلش مهم، هذا الوقت التوقيت، تشوفون هذا التوقيت، هذا التوقيت كلش مهم، واضح؟ هذا التوقيت كلش
مهم زين. 1 اور 47 مينت 57 او 56 سكند يتناقص. اسم الماده كذا، العنوان امتحان الدور التكميل الرابع، وصف هذا الامتحان فقط لطلبه الدور التكميلي. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه للمعلومات مال الامتحان والوقت مالته. هذا السؤال ارجع له، لا مو هذا كاتب لي تم حفظ الاجابه، اوكي ها جاوبته خلاص. هذا السؤال بعده اهم، تم حفظ الاجابه زين. من وحدات الاخراج سؤال ماكو تمت الاجابه، تم حفظ الاجابه خلا اجي اجاوبه. من وحدات الاخراج لجهاز الحاسوب طابعه، اوكي خليت وخليت الماوس لان فيها نافذه، مفهوم؟ خليت الطابعه وخليت الماوس، ضغطت تم حفظ الاجابه، تمت العمليه بالنجاح. وهنا كتب لك تم حفظ الاجابه جوا السؤال. سؤال تقوم بمعالجه البيان، من هي؟ وحده المعالجه المركزيه. اقدر اجاوب غيرها؟ لا. ليش؟ لان سنجل تشويز هذه، اوكي انطيت وحده معالجه وحده معالجه المركزيه ودرجت السؤال قدامي هنا اجاوبه، ضغطت برا. راح تقول لي خاف الطالب ما يضغط برا وما يندل، لا هذا الموضوع ان شاء الله يمنا مركز الكفيل. احنا ان شاء الله راح نسوي ورش تدريبي للطلاب كيفيه اداء الاختبار الالكتروني، كيفيه توزيع الوقت بين الاسئله، لاني كلهن ان شاء الله باذن الله تعالى كلهن ان شاء الله راح نسويهن للطلاب حتى نامن 100%. وتعرفون انتم البارحه ادوا امتحان، قبلها ادوا امتحان، يعني الحمد لله ماشيه الامور وطيبه. تفقد ذاكره الوصول لعشوائي بياناتها عند انقطاع الطاقه الكهربائيه، صح لو خطا؟ كتبت خطا وانطيت تم حفظ الاجابه زين. حجم وحده الذاكره المخبئيه هو، انطيت مثلا هنا 265، تم حفظ الاجابه. سؤال التقرير هنا اكتب تقريرا عن، ممكن لكم تطلع الانواع الملفات، ممكن انه تطلع الانواع مال الملفات، ارفع هنا اي تقرير يعجبني. راح اروح استعراض، اوكي انفتحت عندي هذه، اوكي تشوفوها، وهنا عندي مثلا هذا الصوره راح اقولها اوبن وارفعها، اوكي هذه مثلا، بعد خليها مو هذه، اريد شنو؟ هذا ارفع وورد عندي هنا شركه جوجل، اوكي شركه جوجل قلت له اوبن، ايضا هنا بدا يرفع لي اياها تحميل وراح يحملها الي. هذا بالنسبه لمن تريد تلغيه، بس دوس هذا الاكس تقدر تلغيه، لان كل هنا انواع الملفات اللي ممكن انه يحملها زين. اسلم، ايضا سلمت خلاص، هسه راح يحمل ويسلم كل هذا السؤال اخر واحد اللي اني. هذا بالنسبه لمن؟ بالنسبه الى الاجابه عن السؤال، بالنسبه عن كل الاسئله. وهذا كاتب لك هنا تم حفظ الاجابه، هنا تم الحفظ، تم الحفظ، لان كلهن تم الحفظ، واضح؟ كلهن تم الحفظ. وهذه هنا راح اعطي تحميل، شوف حمل لي اياه، وايضا تمت العمليه بنجاح، اوكي؟ هاي خلص الموضوع، سلم كل الاسئله مالته وخلاص، واضح؟ سلم كل الاسئله مالته وخلاص. راح تقول لي زين اكو شغله، هذا الطالب من سلم الاسئله مالته يريد يعدل هنا؟ يا اخواني يقدر يجي يعدل، بس انا عدلت سويتها صح وضغطت ايضا تمت العمليه بنجاح، خليه يكون بحاجه. ليش؟ التعليم العالي نفسه الوزاره تقول لك هاي الساعتين اللي انت طيتها هي الي ترى، لان الساعتين مالاته، اوكي؟ يقدر يسلم ويقدر يرجع ويقدر يجاوب مره ثانيه، اوكي؟ فهذن الساعتين كلهن شبيهن؟ كلهن الي للطالب. هسه الطالب سلم الاجابات مالته، خلص الموضوع انتهى، اوكي؟ قبل الوقت المحدد. طبعا انا عندي الوقت، شو وقت سلم، شو وقت طلع، كل ذني عندي سلمها. هذا الامتحان مالته، اوكي؟ انتهى موضوعه. طيت ريفرش، انعاش، انتهى موضوعه. راح اروح وين؟ قائمة الامتحانات عند الاستاذ، اوكي؟ ايضا شنو؟ طيت ريفرش. هسه ايش راح يكون عندي؟ خلي يكون ببالك. ايش راح يكون عندي؟ هذا الامتحان هسه حاليا شبيه فعال، حتى ابدي اصحح واكمل شغلي وهذه زين، حتى لا يرجع طالب يجاوب والله حقه لازم شو اسوي له؟ الغاء التفعيل. ولغيت التفعيل مالته حتى بعد ماكو اي طالب يجاوب عندي، واضح؟
لازم ألغي التفعيل مالتي. راح تقول لي زين أنا هنا بعد عندي خيارات ما بيها تصحيح ذني كلهن ما بيهن تصحيح. راح أقول لك عملية التصحيح هنا، خلي أكبر لك إياها شوية. عملية التصحيح هنا وين؟ بنتائج الامتحانات، نتائج الامتحانات اللي موجودة راح أضغطها من خلالها أقدر أسوي عملية التصحيح. وين الاختبار مالتك؟ ها امتحان الدوري الرابع، امتحان الدور التكميلي الرابع. خيارات، أكو عندك نتيجة الطالب وأكو عندك تصحيح تلقائي للإجابات. تصحيح تلقائي للإجابات مثل ما تعلمنا أنا وياكم، مثل ما قلت لكم أكو نوعيتين من الأسئلة، صححها شنو تلقائيا، الباقي أنت تقرأ وأنت تخلي له إجابة. تصحيح تلقائي للإجابات، شوف هنا دي أكد لك هو سوف يتم التصحيح التلقائي للأسئلة نوع اختيارات متعدد واختيار واحد فقط. راح أقول له أوكي، يقول لك single choice والmulti choice اثنين راح يصحح اختيار. قلت له شنو هو؟ قلت له أوكي. أوكي كل الأسئلة من هذا النوع راح يصلح لي. يعني رجعت حتى لا أخطأ راح أشوف اسمه امتحان الدور التكميلي الرابع، خيارات نتيجة الطالب. واضح؟ تشوفون دول كلهم، دول كلهم راح تقول لي نون اكتف، كلهم شبيهم نون اكتف. اقول لك دول كل معناتها شنو؟ ما جاوبوا، كلهم ما جاوبوا، اللي جاوب فقط واحد فقط. ابحث عنه وين هذا الطالب، هل انزل بعد جوه. شوفوا هذا الطالب فقط، هذا الطالب ومنطي درجة هو 5. هاي 5 تعرفون مال من؟ مال الأسئلة اللي أنا صلحتها فقط. هذا الطالب هو جواب. تشوفون جبت الأفاضل، ليش أنا أكتب دول ما جاوبوا؟ هسه لو داخلين 5 عندي جاوبوا، 5 هم دول راح يطلعون نون أكتب. أوكي راح يطلعون أكتب عفوا خبر. بس أنا دخلت لهنا هو اللي جاوب، راح اروح نتيجة الطالب ضغطتها. هذا السهم ده شوفوه، هذا السهم. اوكي هلا اصغر لك اياها، هاي الاسئله مالته. اوكي الماده كذا، اسم الطالب طبعا ايش راح يكون عندي؟ ماكو اسم، كانما دفتر وقاصه. اوكي تاريخ البدء فلان ساعة، شو وقت انتهى بفلان ساعة، هاي كباها الوقف. هذا الامتحان فقط لطلبة الدور التكميلي. بعد الشعبة كلية الصيدلة، الصيدلة الثانية الدراسة الصباحية شعبة اي، العنوان الدور التكميلي الرابع. اوكي جيت السؤال الاول، هذا قلت شنو؟ هذا السؤال يصحح يدويا مو تلقائيا، راح اجي اخلي له درجه. كل سؤال قدامي نستطيع من خلاله ادخال الحروف والرموز والارقام الى جهاز الحاسوب، اي هو الكيبورد، ايش قد عليه؟ درجتين. راح اجي اخلي شنو هو هنا؟ درجتين. وش اسوي؟ لازم اسوي حفظ. اوكي تقدر تخلي ملاحظه، اقدر اخلي ملاحظه هنا قدامه فتحفظ. هل انت متاكد؟ اي متاكد، موافق، تمت العمليه بنجاح، خلاص هذا انحفظ. هل انزل عجوة؟ تكلم باختصار عن وحدة المعالجة المركزية في جهاز الحاسوب. هو كاتب لهاي الإجابة من درجة السؤال، حنطي من العشرة عفوا، راح نطي 5. وش راح نطي؟ أيضا حفظ. هل أنت متأكد؟ إي أوكي، طيب حفظ، خلص ما أي. بعد سؤال الثالث، أوكي من وحدات الإخراج في جهاز الحاسوب، شوف هو أنا شو مجاوب؟ مجاوب وحدة صح أو وحدة خطأ؟ طبعاً راح تقول لي زين هذا لا هو صلح لي ياهن ذني، هاي ملتي تشويس، وش قد مطيني درجة وحدة؟ مطيني درجة وحدة، زين، بعد شنو عندك؟ عندك سؤال الرابع،
اوكي، تقوم بمعالجه البيانات، تقوم بمعالجه البيانات. من هي؟ وحده المعالجه المركزيه. ايش قد عليها؟ درجتين. ايش قد الثاني؟ درجتين. اوكي، هنا عفوا تفقد ذاكره الوصول عشوائي بياناتها عند انقطاع الطاقه الكهربائيه. درجه السؤال 2، الاجابه صح. وايش قد مطيني عليها؟ مطيني عليها صح ومطيني عليها درجتين. اوكي، لاني كلهن، هل انت متاكد اني كلهن محفوظات سابقا؟ ايش بقى عندي؟ حجم الذاكره المخبئيه هو 256. اوكي، هو منطيني اياها 256، والاجابه الصحيحه مالتها شوفها هاي جوا كاتب لك اياها، الاجابه الصحيحه هي 256. انا راح انطي درجتين كلها، انطيت الدرجتين وش انطيت وراها؟ انطيت حفظ. قلت له، قال لي هل انت متاكد؟ قلت له نعم. اوكي، شو بقى عندي؟ التقرير، هذا التقرير شي بمرفقات، هذا التقرير بمرفقات، ضغطت عليه مفروض ينزل سوي لي داونلود. اوكي، سوي لي داونلود، انزله واشتغل به، انزله واشتغل به، راح ارجع النتيجة الطالب، ينزل عندي واشتغل به. على السؤال مالته ايش قد عندي؟ على السؤال مالته طبعا راح تقول لي ليش ما طلع عندك؟ خاف تسال، هذا بلانك. انا اخواني ما دا اشتغل اونلاين، لانه بالاونلاين يعني على السيرفر الرئيسي، خليكم بالكم مال الكليه، قبل شويه اشتغلت شفتوا راسه انقطع عندي الانترنت، انا دا اشتغل ترى اوفلاين، حاليا دا اشتغل اوفلاين يعني على الحاسبه مالتي، ما دا استخدم السيرفر الرئيسي مال الجامعه مالتكم، لانه الانترنت تعرفون الانترنت ومشاكل. فانت من تضغطات راح يطلع عندك، يصير لك عفوا يطلع عندك داونلود، هنا يطلع عندك هنا داونلود، وانت راح يقول لك وين تريد. صرت 30 وانطي حفظ، هل انت متاكد؟ اي متاكد، خلاص تمت العمليه بنجاح. هذا السؤال انا اعطيت عليه درجه، هذا السؤال اخذ عليه درجه، هذا كله اخذ عليه درجه، هذا كذلك اخذ عليه درجه، لان كلهن الاسئله مثل ما تشوفون اخذ عليهن درجات، واضح؟ اخذ عليهن درجات، هذني الاسئله مالته كلهن اخذ عليهن درجات. حتى ارجع لقائمه الطلاب مالتي راح اضغط من هو هذا السهم اللي هو. هذا السهم اللي تشوفه، هذا التحديث مالتي ريفرش، شوف درجته اخواني ايش قد صارت؟ صارت 34 درجه، صارت كانت 5، تذكروها قبل شويه بالتصحيح التلقي، حاليا ايش قد صارت عندي؟ صارت عندي 34 درجه، خلص هاي نتيجه الطالب 34 درجه. راح تقول لي زين اني ظلمت واكو سؤال يعني ما صححته إلي، نسيت، او اكو سؤال ظلمت بي. اوكي، اقول لك تقدر ترجع نتيجه الطالب وتشيل هذه. راح تقول لي ليش اضغط على هذا؟ اقول لك مو هو هذا الطالب المقصود، احتمال هذا احتمال هذا احتمال هذا. اوكي، انت تصحح بدون اسماء، تقدر ترجع نتيجه الطالب. انا اللي اريد افهمك اياه انه تقدر ترجع نتيجه الطالب، راح تطلع الاسئله عندك، تقدر الاسئله ترجع تقيمها انت منين من جديد. اوكي، هذا عليه لا تنطي درجه واحده. اوكي، وش تعطي؟ تعطي حفظ، هل انت متاكد؟ اي متاكد، انا دا اسوي لك اياهم كلهن، كل الاسئله اللي ببالك اللي تدور ببالك انا دا احاول اجيب لك اياها، يعني اجيب عليها. رجعت اوكي هاي ال 34، طيب ريفرش، طبعا مع العلم اكو عندي ريفرش ترى هنا. اوكي، شوف ايش قد صارت، صارت عندك 33، صارت عندك 33. هذه اخواني عمليه اعداد امتحان كامل، اوكي، عبر الانترنت، وعمليه اجراء عمليه تصحيح له. طبعا هذه نتيجه الطالب، انا صلحت الطالب الاول، عندك الطالب الثاني اذا مجاوب هم تضغط عليه وهم راح تسوي نفس الخطوات، الطالب الثالث كذلك، الطالب الرابع كذلك، كل عمليه التصحيحات هي تصحيحات الكترونيه. هسه انت منطيها اظهار النتيجه، نتيجة الطالب، نتيجة الطالب، أستاذ وسام أخوي العزيز قطع الصوت.
استاذ وسام. استاذ وسام. استاذ وسام. عفوا عفوا اخوي اسمعني. نعم. تفضل. نعم. هاي صوتك. تفضل. اتمنى انه يعني وصلت الكفايه. اتمنى انه يعني عرفنا من خلال هذه الورشه انه شلون دا اسوي امتحانات الكترونيه وشلون دا اصحح النتيجه. اصحح النتيجه حاليا خلصت اللي عندي. انا حاليا حاضر للاجابه كل اسئلتكم. سارات دكتور عياد معانا ان شاء الله هو راح يدير الورشه. يحب بالكتابه يقرا او يحب. استاذ وسام. استاذ وسام اخوي العزيز. استاذ وسام انقطع الصوت من يمك. اخواني الاعزاء اعتقد انه استاذ وسام خلص الورشه مالته حاليا. اذا اكو واحد من عندكم يحب يكتب اي سؤال او يطرح سؤال عن طريق المايك احنا نكون بخدمته حتى نمنحنا الفرصه. اخوان اعزائي سمعوني. اخواني الاعزاء استاذ وسام انقطع الصوت عن استاذ وسام. استاذ وسام. استاذ وسام. اخواني الاعزاء اخواني استاذ وسام تسمعني اخويا؟ اذا اكو سؤال احنا نكون بالخدمه. استاذ وسام حبيبي اخوان اذا اكو صوت تسمعون صوتي يا ريت كتبوا لي. ما معلق. اخوان اخواني الاعزاء سمعوني واضح صوتي؟ طيب اذا اكو سؤال تفضلوا سئلوا استاذ وسام على الرغم انه انقطع الاتصال باستاذ وسام. ما جاي نسمع صوته نهائيا. شكرا جزيلا. راح استاذ وسام. كتبوا بالشات. عفوا تسمعوني حاليا؟ انا جدا اسف يعني هي اسمعكم اني. تسمعوني دكتور؟ اخوان سمعوني؟ سمعوني يا اخوان؟ استاذ وسام اكو هواي من الاسئله. قطع الاتصال باستاذ وسام. اخواني الاعزاء اخوان سمعوني دكتور؟ تسمعوني دكتور؟ هسه حاليا قمنا نسمعك استاذ وسام. اي تمام خل ارجع. هسه حاليا قمنا نسمعك. طبعا عذرا تعرفون انتم الوضع اللي نشتغل به بالنسبه انا عندي خطين انترديت وهاي مشاكله. انا جاهز الاي اسئله الاي استفسارات ان شاء الله موجوده عند الاساتذه. دكتور حبيبي تحب ان تحب
راح الصوت استاذ وسام. استاذ وسام استاذ وسام عفوا اساتذه. اوكي استاذ وسام. ها حبيبي اسمعك حبيبي اسمعك واضح تسمعني مو اي هسه قمنا نسمعك استاذ وسام هسه حاليا قمنا نسمعك. الاخوان بداوا يكتبون الاتشات اسئلتهم. عفوا الشات عندي فارغ هسه حاليا هسه دكتور هسه اذا تريد اقرا لك اياها انا استاذ وسام اول مره ثانيه. العفو أيوة والله قلت لك مليون قال الاسئله لين طلع ودخل فالاسئله ما موجوده. نعم نعم ايه استاذ اكو علي يعني حتى لو يرجع يكتبها الاستاذ يرجع يكتبها الاستاذ. لا 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 اوكي لا. انا استاذ وسام رحت اقرا لك اياها. واحد من الاخوان اخذ الاخواني استاذ عدي عبد حسون يقول الاشعار لا يرسل شيء الامتحان يظهر للطالب بالوقت تمام دون ابلاغ. لا عفوا دكتور اياد هسه نعم. حاليا ما سويت اختبار ايه شفت اكو هنا قائمه الامتحان ما الطالب اكو رقم واحد نعم شفتوها يمكن باللون الاحمر. شوف هسه هذا مثل هذه الوارد والصادر نعم. هذه تشوفوها امامكم انا مشاركه هاي الواجهه تشوفوها مو ظاهرة أمامكم؟ نعم الواجهة دكتور؟ إيه واو واو ظاهرة؟ راح يطلع له إشعار هنا قائمة الامتحانات راح يطلع له امتحان خلي يكون ببالكم راح يطلع له امتحان. إي بالضبط يعني قبل شوية الطالب مثل ما شفناه أنا ليش قلت لكم خطأت يعني من وصلت للصفحة ما الطالب لقيت هنا ماكو امتحان ماكو أي اختبار فقلت لكم رأسة قلت لكم خطأت ترى أكو خطأ عندي أكو مشكلة عندي زين ليش؟ نعم. لانه ما نازل هنا اشعار فالمفروض ينزل رقم واحد لا راح يوصل اشعار بعد. دكتور يقول كيف اترك سؤال او اترك او ترك ضمني استاذ مسح كيف اترك سؤال كيف ترك ضمني لا صلحها. نعم اسمعك دكتور. نعم يا حبيبي نزع الدرجه بالتساوي خلي يكون ببالك يعني جبت 6 اسئله تريد الاجابه على 5 مثل ما تسوي انت بالورقه تجيب 20 ب 20 ب 20 ب 20 بحيث النهايه كلها تكون من شقد من 100. طيب راح تقول لي مرات انا اخطا اصلح 6 اسئله كلهن اقول لك ايه انت بالدفتر من راح تخطا وتصلح ال 6 اسئله ايضا راح يكون عندك الدرجه من 120 مو من 100. نعم واضح واتمنى انه وضحت الاجابه يعني هنا تكون سؤال درجة آخر. بالتساوي أي. يقول السؤال الاختيار من متعدد هل ياكل الخطا نعم. ياكل الخطا من الصح لا لا هذه ظلم بالموضوع يصير يعني احنا مخلين معادلات على ضوءها برمجنا الشغل مالتنا زين على ضوءها احنا برمجنا الشغل مالتنا مرات اذا اختارهن كلهن دكتور عفوا اذا اختارهن نعم. كلهن خلي يكون ببالك هنا الخطا ياكل الصح يعني بالاختيار المتعدد اذا اجي اشرهن كلهن معناته يعني هذا هو دا يتحايل على البرنامج نعم فهنا الصح راح ياكل الخطا خلي يكون ببالك راح يعطي صفر نعم واضح نعم راح يعطي صفر راح ياكل خطا هنا ياكل الصح بحيث انه يعني ما راح ينطي اي 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 درجه على ذني يعني هنا الاستاذ دا يسال الخطا ياكل الصح اي بهاي الحاله الخطأ عندي راح ياكل الصح. سؤال آخر دكتور يقولون هل بالإمكان إرسال الأسئلة ورقيا إلى الطلبة كمرفق؟
هل بالإمكان إرسال الأسئلة ورقيا إلى الطلبة كمرفق؟ نعم دكتور حبيبي. نعم. راح تقول لي شلون؟ أقول لك تروح على الامتحانات عبر الإنترنت، أوكي؟ مو هذه الامتحان قائمة الامتحانات. نعم. شوف قائمة الامتحانات. نعم. بالاختبار عدي هساني هذا الاختبار بطفي، هل أحول ذني عني شوية لأن ما أشوف من وراهم. بخيارات تشوفون هاي الخيارات بتعديل، رجعت وين على أسئلة مالتي، عفوا هنا حفظ، بخيارات العرض الامتحان، أوكي تشوفون هاي الصورة اللي حملتها. نعم. هاي الصورة اللي حملتها هذه ممكن إنه خلي بيها أسئلة، خلي يكون. نعم. ببالك. نعم. ممكن نخلي بيها أسئلة وراح تنعرض قدامه. صورة سؤال. صورة سؤال أو أسئلة. صورة سؤال بالضبط، صورة سؤال أستاذ، صورة. نعم. سؤال. نعم. دكتور يقول بالنسبة لدروس الرياضيات هل يمكن كتابة الأقواس أو المعادلات والتكاملات في واجهة الطباعة وتثبيت السؤال لأنها عقدة كبيرة؟ دكتور هذا أنا راح أجاوبه عليه. هذا خلي يكون ببالك. بالبرمجة عندي هساني عندي أنا دام تحن طلابي برمجة جماعة الرياضيات، أوكي كل. نعم. جماعة اللي إحنا نسميهم اللي عندهم معادلات رياضية اللي عندهم برامج هذني ما حد يفيدهم غير الأسئلة المقالية. نعم. غير الأسئلة المقالية يقعد يكتب له السؤال بالصندوق النص هذا الأبيض اللي تشوفوه والأستاذ يقرأ ويصححه كما هو. خلي يكون يعني في بال الأستاذ. أنا اليوم بالأربعة أستاذ سامر صافي يدري كانت عندي ورشة أنا داطيها الأساتذة على جوجل سكولر مثلا، طيتها على جوجل سكولر، طلبوا على جوجل سكولر طيتها نفس السؤال هذا انسأل إنه أنا بالرياضيات أوكي شقدر أسوي شقدر أسويه هم نفس الشيء. فقط السؤال المقال اللي إحنا نسميه بورغراف أو نسميه إيسي كويشن إنه فقط صندوق النص راح يكتب به الطالب او يكتب لي اياها بورقه ويرفق لي اياها وانا اصلحها. يعني غير مني ما عندي بالموديل كذلك بالجوجل كلاس روم بالادمودو لاني كلهن ما يقدر ما عنده غير صندوق النص. زين دكتور سؤال اخر يقول هل يمكن تصدير نتائج الطلاب؟ تصدير نتائج الطلاب يعني اطبعهن حولهن بي دي اف اطبعهن ورقي؟ اي اي هذا شغل اللجنة الامتحانية دكتور. يعني مو يم التدريسي؟ هذا شغله احنا مكملينه لا لا مو يم التدريسي نهائيا. التدريسي فقط يصلح باللجنة الامتحانية. خلي يكون بال الأستاذ اللي سأل يعني اكو واجهة كاملة راح تطلع للجنة الامتحانية بها كل سؤال ورقمه يعني رقم السؤال والنتيجة مالته. يعني احنا صممناها شايفين الدفتر على الغلاف مالته من يكتب رقم السؤال وينكتب الدرجة مالته وكو توقيع للمدقق مالت السؤال يعني راح يدقق وراهم ويا البرنامج اكو يعني هذا كل هالاحتياطات احنا ماخذيها بس هذه الموضوع يعني مو يم التدريسي فليش يشغل باله بيه. دكتور سؤال اخر يقول هل تتم بعثرة الاسئله وجعلها عشوائيا بحيث تظهر مختلف الشفلينج؟ اي نعم 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 الشفلينج احنا نسميه الشفلينج. نعم. نعم. دكتورنا الفاضل. نعم. شفلينج اي نزلنا التحديث مالته ان شاء الله على اندرويد وعلى اي او اس وعلى الكمبيوتر كذلك. شفلينج موجوده وكلش مهم هالموضوع هذا للعلم يعني حتى إيه انه لا تتنا لا يعني لا تتداول الاجابات بين الجروبات. هالموضوع هذا موجود عندنا بالبرنامج راح نشوفه ان شاء الله. طيب سؤال اخر يعني دكتور اطمئن. دكتور يقول في حاله الطالب جاوب على كل الاسئله وما ترك ولا سؤال وأنا عندي مجموع درجات الأسئلة كيف أتعامل وياه؟ أي خو أنت تترك له. ها الأستاذ يترك سؤال. أنت تترك له. بالدفتر أنا الأستاذ اللي يسأل هالسؤال أو بلك ست أسئلة تحلها بالدفتر. دفتر الطبيعي مالته كل إحنا أساتذة كل إحنا نصلح وكل إحنا نعرف. أنا إذا أقول لك الطالب عندك بالدفتر جاوب له ست أسئلة إيش راح أسوي له أنت؟ راح تقولي والله أترك له آخر سؤال. أقول لك بالبرنامج أيضا أترك له آخر سؤال. ما يراد له يعني ما يراد له فد موضوع مو المفروض. دكتور يقول كيف نبلغ الطلاب بالترك؟ بالترك الصوت صار غير واضح لا تسمع.
الصوت غير واضح استاذ وسام. الصوت غير واضح. شلون كتبت اني بشوف هنا حبيبي راح ارجع لك القائمه الاختبارات هسه واضح صوتك شوف دكتور حبيبي نعم بالوصف اللي كتبت اني قبل شويه نعم اوكي احسن كتبت لهذا الامتحان فقط لطلبه الدور الكذا ارجع مره ثانيه ارجع هنا للخيارات اشوف هاي الخيارات دكتور نعم اقول له تعديل بهذا الوصف اللي موجود عندي بدل ما هذه ارد اسويها اني قدامه الرجاء نعم الإجابة عن 6 أسئلة بالوصف فقط بالوصف بالضبط نعم. شوف الدكتور نعم. راح يطلع له بالمناسبة راح يطلع عنده فوق بالامتحان نعم. ماكو بالاختبار نعم. وشوف هنا هسه هو عندي ايش طلع عندي الرجاء الإجابة عن 6 أسئلة فقط راح يطلع له فوق ترى الرجاء الإجابة عن 6 أسئلة فقط نعم أتمنى أنه وضحت نعم نعم دكتور دكتور على الصايغ نعم تسمعني تفضل المايك لي من انقر على نتيجه الطلاب ما تطلع للنتائج يعني الاجوبه ما قاعد تطلع اهلا وسهلا بك دكتور أهلا بك شكرا دكتور الله يحفظكم دكتور شلونك زين ان شاء الله الله يحفظكم ويسلمكم وان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه انتم وعوائلكم ان شاء الله مشتاق والله دكتور مشتاق الله يحفظكم ويسلمكم ويديمكم حبيبي دكتور هذه المشكله مالتها راح ارجع لك انا عليها انا السؤال اللي نسال بيه انا احاول انه اوضحه قدامكم شوف بالخيارات من اروح نتيجه الطالب عفوا دكتور ابقى ويا على المايك قصدك هنا من اضغط عليها هذه تشوف هاي النتيجه ما تروح على نتيجة الطالب هيك قصدك أنت هذه معناتها أنه الطالب ما مجاوب دكتور طالب ما مجاوب لا هو مجاوب بس ما جاي تطلع عندنا هو مجاوب من ناخذ نتيجة ما تطلع عندنا الأجوبة مالته أستاذ أستاذ وسام تطلع جوا جوا بالصفحة أقول لهم يعني أريد أسمع النتيجة صح 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 عفوا يعني بس دكتور دكتور علي عفوا إذا تطلع نون اكتيف لو تطلع اكتيف اذا تطلع اكتيف فالاجابه هسه مال الدكتور اياد استاذ علي جاوبوكم مكانه تشوف هسه كل شيء ما طلعت النتيجه مال الطالب بس انا اذا سديت هذا السهم سديت اسماء الطلاب النتيجه مالتهم تطلع جوا اسفل لا. الصفحه اذا نزلت تطلع باسفل الصفحه واضح لا. بس اذا تقصد انه الطالب ده تطلع نتيجته نون اكتيف شلون هذا يعني ما فعاله فهذا معناته انه الطالب ما مجاوب طالب ما مجاوب اتمنى انه هو واضح هو ناقر موجود الاشاره مالته الصح جاي انقر على نتيجه الطالب ما جاي تطلع لي الاجوبه الاجوبه ما جاي تطلع تمام دكتور تمام وضحت هسه دكتور فقط نقرت هسه ما طلعت عندي الاجوبه اوكي ايش اسوي اما انزل جوا اخلص كل الاسماء وانزل جوا اوكي راح يجي الاجوبه ذني مال الطلاب هاي كلها موجوده عندي بس نزل الجو انزل جوا بالصفحه راح تلقاهم اي اي واضح 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 دكتور ماشي بس خلت اتاكد جربها دكتور اني موجود على من جاوب على اسئله جربها وشوفها خلت اتاكد احنا موجودين خلت. وبخدمتكم ان شاء الله احنا بخدمتكم بعد دكتور اياد سؤال اخر دكتور علي شدهان تفضل دكتور علي دكتور علي دكتور مصطفى تفضل دكتور شكرا جزيلا شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الحقيقه عندي طبعا اشكركم على هاي المحاضره القيمه المفيده جدا طبعا بارك الله بكم عندي سؤالين حقيقه السؤال الاول هو موضوع المالتيبل تشويس حضرتك تفضلت قلت انه ممكن يكون اكثر من سؤال وقد يوصل الى 40 سؤال هل اكو اليه نقدر نخلي السؤال واحد المالتيبل تشويس والفروع كلها اللي تحت مظله المالتيبل تشويس تحت مظله هذا السؤال يعني اللي اقصده سؤال رقم واحد اكو ب 40 سؤال ضمني كلها حتكون بها ارقام
شلون حيكون اليه ترقيمها؟ يعني احنا عاده المالتيبل تشويس ما نكتفي بسؤالين وثلاثه ولا 10، قد يوصل 40 واكو حد او اكثر من 40. وصلت حبيبي دكتور، وصلت المعلومه. اي اوكي، انتبه عليه هنا شويه، بدي اشوف الشاشه. نعم. مالتي دكتور. نعم. اوكي راح اروح الى خيارات. اوكي راح اروح الى عرض الامتحان. واضح دكتور؟ نعم. عندي سؤال الاول، عندي سؤال الثاني، عندي سؤال الثالث، عندي سؤال الرابع، ذني كلهن اسئله انا وياك اليوم اريد اخليهن ذني من كلهن من ضمن مظله السؤال الاول. ممتاز. هيك قصدك؟ نعم. اروح على تعديل حبيبي دكتور، رحت على تعديل. سؤال الاول. نعم. فرع الف. اوكي وقلت له شنو؟ قلت له حفظ التعديل، حفظ التعديل، بس خليه ياخذه. نعم. الامتحان عفوا فعال، لا يمكن حفظ التعديل، بس خلي طفي الامتحان. طبيت على الامتحان. صار معلوم يعني، صار معلوم. صار معلوم خو. اوكي إيه. يعني ممكن احنا نكتب سؤال السؤال الاول رقم واحد على مود ما بالضبط دكتور. نعم. بالضبط. واضح. سؤال الأول فرع أليف، سؤال الأول فرع باء، سؤال الثاني فرع أليف، سؤال الثاني فرع باء، وهكذا سلسلة الطالب راح يجاوب عليها. صار معلوم، شكرا. هذا استفسار. الاستفسار الآخر إذا حضرتك ممكن تجاوبني عليه. إذا نعم. أكثر من أستاذ ممكن يشترك بمادة واحدة. نعم. شلون حتكون آلية رفع الأسئلة الامتحانية؟ يعني خاصة الامتحان. اعتقد ذاك اليوم بالاجتماع عرضها السيد عميد كلية الصيدلة زين بالاجتماع مجلس الكلية. اوكي ووصلنا النتيجة انه حاليا راح تتوزع الاسئلة، يعني مثلا سؤال المقالي هذا يكتبه استاذ فلان، خلاص هو كل الاسئلة المقالية هو يكتب. يعني صارت فد آلية عندكم انه راح تتبلغون ان شاء الله بيها شلون 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 تتوزع الاسئله. يعني كانما دكتور انا اوصف لك اياها، يعني اعتبره هذا البرنامج الالكتروني لنعتبره يعني فد شيء. احنا اوكي فد تقنيه جديده جايه علينا، بس انت بابسط اشياء اعتبره دفتر قدامك. انت والله. بالدفتر من عندك نعم. عده اسئله من عندك نعم. من عندك انت عده اسئله او عفوا عده اساتذه مشتركين بالدفتر. انت ايش راح تسوي؟ انا هسه لو سالتك ايش راح تسوي، راح تقول لي انا سؤال الاول والسؤال الثاني خليه على استاذ فلان، سؤال الثالث وسؤال الرابع خليه على استاذ فلان، سؤال الخامس يعني... السؤال السادس ايضا خليه على سؤال. نفس الشيء يسوي بالبرنامج يعني. اوكي يعني... صار معلوم. ايه؟ انا كنت اتمنى ولو انا مو اختصاصي حاسبات، في حضراتكم اختصاصكم الاي تي وهاي الامور، بس كنت اتمنى نعم. انه مثلا توصل نعم. للطالب تحت مسمى مادة الأدوية مثلا وبيها كل الأساتذة، يعني عن طريق منصة أو عن طريق يعني ما أعرف شون أوضح لك إياها، بس يعني توصل نسخة واحدة للطالب. يعني بهل إذا كانت من كل أستاذ، معناها كل أستاذ حيدز نموذج من الأسئلة. عفوا دكتور، أنت تقدر تسوي هاي كلها، هي الأسئلة مالتك كلها تكتب أساتذتك اسم أساتذتك عليها دكتور، تكتب اسم إيه؟ اسم اساتذتك عليها يعني يعني ترفع من استاذ واحد معناه. تمام، هو ترفع من استاذ واحد دكتور، وراح تريد تكتبهم بالوصف هنا، ترفع من استاذ واحد وبالوصف اكتب هنا اذا تحب انه سؤال الاول والسؤال الثاني الاستاذ فلان الماده كذا مثلا. نعم. السؤال الثالث والرابع الاستاذ فلان من ماده كذا، وهكذا راح تكون عندي العمليه. يعني تبرع مثل الدفتر عندك ممكن انه توصل. واضح. خدمتكم دكتور حبيبي، شكرا جزيلا. رحم الله والديك، بارك الله فيك. يا مرحب، شرفنا بك. اهلا دكتور، يا مرحبا دكتور شيرين. تفضلي دكتور شيرين، تفضلي دكتور عدي، تفضل. السلام عليكم أساتذتنا الأعزاء. عليكم السلام. مرحبا، نشكركم على هذا المجهود، وأرجو أن توسعوا لي صدركم لأنه أسئلتي كلش هواي. خدمتكم إحنا بالخدمة. بالنسبة للإشعار أستاذ، يعني ما يشتغل، وأنا هسه هم دا أجرب بالموقع وماذا يشتغل الإشعار. التمرين اللي أجريته حضرتك على سؤال توقيت مات 10 أي أم وينتهي 12 أي أم، مع العلم أنه إحنا هسه حاليا بي أم على ما اتصور. هذه واحده.
الثانية تطبيق الجالكسي حاليا اليوم اكو طلاب اجروا امتحان وباكر عندهم امتحان تكميلي. تطبيق الجالكسي ما بي ارفاقات، يعني الطالب مين يقدر يرفع اجابات بالمرفق وباكر عندهم امتحان تكميلي. بالنسبة للتسلسل واللي راح يصير عفوا انت سمعوني دكتور؟ اي حبيبي دكتور تفضل. ايه دكتور اسامه نسمعك. بالنسبه تسمعوني اسئله ترك العفو اكمل اسئلتي لو تجاوبني على السؤالين الاولانيات. استاذ وسام، استاذ عدي الظاهر انقطع الصوت يم استاذ وسام. استاذ وسام الو تسمعنا استاذ وسام؟ الو استاذ وسام دكتور استاذ وسام سمعوني حبيبي. اي نسمعك نسمعك. وصلني يمك السؤالين الاوليات واكمل. الو دكتور استاذ وسام حبيبي استاذ دكتور نعم. سمعوني نعم استاذ وسام نسمعك انت ما تسمعنا استاذ وسام. الو دكتور استاذ وسام استاذ وسام أنا راح أنتظر دكتور أياد. إيه انتظر انتظر حبيبي دكتور أدي انتظر يا حبيبي. أستاذ وسام أخوي العزيز أستاذ وسام دكتور. نعم أستاذ وسام أستاذ وسام. ألو دكتور أستاذ وسام تسمعني؟ بدأ يسمعني أستاذ وسام. عفوا إذا سمعوني إذا سمعوني كتبوا لي إذا أمكن بالشات. ايه نعم نعم انا ما اسمعكم حقيقه. استاذ وسام سمعك مدى اسمعكم بس دقيقه واحده اذا كان يعني قفل الصوت على اعتقد هيك شيء. نعم استاذ وسام نسمعك. نعم استاذ وسام اياد رجع لي الصوت حتى اسمع. انا ما غلقت عنك الصوت استاذ وسام مفتوح الصوت عليك استاذ وسام. ما دي يقرا الشات استاذ وسام؟ المفروض يقرا. استاذ وسام استاذ وسام قطع الصوت والاتصال باستاذ وسام. استاذ عدي اكتب له بالشات استاذ عدي. أنا كتبتهم دكتور اياد وحضرتك قريت سؤال واحد والإجابة الأستاذ وسام ما كانت دقيقة. صح. يعني أنا انسست إنه دا أسأل على الامتحان الأداء اللي هو الساعة 10 أي أم وينتهي 12 أي أم. نعم. هو مو توقيته. فلهذا ظهر الإشعار. الإشعار ما يظهر أنا هسه تجربة immediately سويت تجربة وما ظهر الإشعار. الإشعار يظهر بوقت دخول الامتحان. هذا مجرد اول سؤال بعد يعني عند تقريبا استاذ عدي بالنسبه للسؤال الاول مال الاشعار. حبيبي عيني استاذ عدي الاشعار يروح للاجهزه الموبايل تذكير فقط. يعني انا سويت الامتحان واحب اذكر طلابي بوقت الامتحان استاذ علي انا يمي ايفون والحاسبه دا اطبق والطالب فاتح بالحاسبه وفاتح بالايفون لانه هذه يعني صارت بامتحان التجريبي البارحه وهي هسه صح حصلت عده لانه تطبيق الوقت للامتحان اللي اجراه استاذ وسام مو رياليتي. اولا طبق الامتحان على السيرفر مو باي نت وبعدين طبق الامتحان الساعه 10 اي ام ل 12 اي ام وصلح بهذا التوقيت. احنا يمنا هذا امبوسيبل. هذا السؤال الاول. يعني هسه الاشعار مو ذات اهميه 100% بس حتى اذكر لك انه الامتحان يظهر فقط بوقت الامتحان وقت دخول الوقت. بالنسبة خلي أكمل أستاذ علي حبيب قلبي. بالنسبة للإنهاء للطلبة النسخة القديمة ما موجودة. النسخة القديمة موجودة. النسخة الجديدة ما موجودة والبارحة الطلاب يدورون عليها. فالمفروض نبلغهم. بالنسبة تسلسل الأسئلة إذا راح يصير بها خلط وراندوملي معناه السؤال الأول اللي بيه 10 فروع يريد يترك الطالب راح يلقط الفروع ما تتلقيط. الترك استاذ حبيب قلبي استاذ علي الترك بسؤال بكامل فروع. دكتور تسمعوني عفوا؟ نعم استاذ نعم نعم استاذ وسام نعم استاذ وسام.
دكتورنا الفاضل حبيبي تعيد لي الاسئله مالتك واحد واحد وراح اجاوبك عليها واحد واحد رجاء لا كلها نسوية خلي اجاوبك عليهن واحد واحد رجاء ماشي سألني السؤال الاول بالنسبه للاشعارات لا لا عفوا سؤال الاول انه الوقت انا خليته من 9 اي ام لكذا بي ام يعني هذه خلي يكون ببالك انه الوقت هذا انت ارجع لي للشاشه استاذ وسام وانتبه لي للامتحان اللي اجريته دا افتهمك طيني الشير دكتور عدي حبيبي او استاذ علي طيني الشير يعني انا اعرف انه صارت يمك لانه حضرتك بدك تشتغل على السيرفر احنا يمنا باينت ما تصير لانه وهسه جربتها بالموبايل وجربتها بالتطبيق واني فاتح لطلبه تجريبيين اثنين للامتحان ما يظهر يجي الاشعار يجي الاشعار بوقت دخول الامتحان عفوا هاي الاساتذه دكتور بس خل ارجع لك للشاشه اعطيني بس الشير فقط حتى فهمك دكتور واحدة واحدة أوكي. احنا لقاءنا كله نحاول انه نعالج كل المشاكل اللي موجودة ان شاء الله نحاول انه دكتور اياد ممكن نسوي كوهوست استاذ وسام لا ادور على استاذ وسام هسه دكتور بالبحث اكتب دبليو اي يطلع الوسام بالضبط اي بالضبط تفضل دكتور وسام اي نعم هسه احاول انه ارجع اشارك السكرين مالتي عفوا طلعت هاي الشاشه قدامكم شاشه البرنامج طلعت دكتور دكتورنا تفضل بعد اني اسمعك كل اذان صاغيه بس سؤال حتى جاوبك عليه ماشي انا على السؤال الاول اللي هو الاشعار ارسال الاشعار طبعا احنا جربنا اكثر من مره الاشعار ما يرسل لا على الموبايل ولا على الحاسبة الإشعار يظهر فقط بوقت دخول الامتحان وحضرتك تمام. ظهرت عندك هذه الحالة لأنه حضرتك أجريت الامتحان 10 أي أم وصلحت بوقت اللي هو بي أم والامتحان وقته من 10 إلى 12 أي أم بس هذا واضح لأنه أنت دا تشتغل حضرتك على السيرفر مو باينت تمام دكتور. ماشي هذه بس يعني حتى تثبتها ملاحظة يعني. أي راح أثبتها هذه راح أثبتها يمي هاي ملاحظة يمي هاي واحدة بعد... السؤال الثاني تطبيق الجوال والتطبيق اللي كانوا يمتحنون به الطلاب كان عبارة انهاء الامتحان لأن يعني الطالب راح يظل يراوح داخل الامتحان وماكو عبارة الانهاء وهذه بالتطبيق الجديد اللي نزل اليوم على آيفون موجودة فهذه هم المفروض يعني تنبه مع العلم انه اكو طلاب باكر راح يمتحنون واليوم الساعة 9 كان اكو امتحان في بعض الكليات امتحان تجريبي عفوا دكتور بس عيد لي اياها هذا الموضوع هذا يعني انا احنا هسه شو مخلي لك شو مخلي للطلاب مخلي لهم انه التسليم دي يصير سؤال بعد سؤال اي احسنتم سؤال دي وانا دا اقول لك دا احكي لك يعني لسان الطالب اللي هو يريد لا لا هاي الاليه يعني اوكي من يضغط الامتحان من يضغط انهاء الامتحان يلا توصل اجاباتك هيك تمام لا دكتور خلي اوضح لك للطلاب تمام دكتور اسمح لي هسه اني فهمت هذه الصوره مالتك اسمح لي انه اجاوبك اوكي راح اجاوبك من ناحيه تقنيه وراح اجاوبك من ناحيه مجتمعيه انه للطلاب من الناحيه التقنيه دكتور هسه انا لو سالتك انت اوكي عندك معلومات سيرفر وكذا ودنا نشتغل لوكال هوست وكذا ياه الافضل يسلم كل الاسئله سويه لو يسلمهن سؤال سؤال أنا وياك مو أنا لا بس جاوبني على هالجزيئة يعني حتى نوصل النتيجة لا statement by statement طبعاً كلش أفضل أوكي كلش أفضل ليش لأن راح يخف الضغط على السيرفر أثناء تسليم الأسئلة طبعاً حتى بالقطع الإنترنت أنت بالسيرفر تمام زين دكتور إحنا باجتماع مجلس الكلية ذاك اليوم صار نقاش على هالموضوع هذا اللي انطلب من عندنا فقط انه راح تظهر فوق ماكو هاي العباره شوفتك اياها تم التسليم بالنجاح وجوه قدام كل سؤال راح تظهر شنو تم التسليم بنجاح يعني هسه انا لو رجعت لك
هوين الطالب مالتي، خل ارجع لك بس للطالب مالتي. الطالب مالتي اللي هو تم التسليم عنده بنجاح، هذا تشوفه دكتورنا الفاضل هسه هذا لو ضغطت لك عليه. اوكي طبعا الانترنت مالتي كلش مو زين، اعتقد هم راح او بقى. اوكي دكتور حق اللي صار شنو، انا راح احاول انه اني عفوا تسمعوني عفوا. تفضل دكتور تفضل. تسمعوني دكتور؟ نعم 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 تسمعوني نعم. اي تمام 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 دكتور. اللي صار شنو انه خلي له فوق اللي طلب، ايه اللي طلب اللي فوق انه خلي له انت عباره فوق تمت التسليم بنجاح، وجوا ايضا عباره شنو تمت الاجابه على الاسئله، تمت أحسن. الاجابه على الاسئله. انا وياك اساتذه اثنيناتنا هسه لو سالنا نفسنا انه كافيات للطالب، راح نقول لك انا وياك نقول انه كافيات للطالب، لكن انت من باب شنو مجتمعيا انه الطالب ما راح يرتاح الحد اللي يطلع للتسليم الاجابه كامله انه صحيح. تم تسليم الامتحان صحيح. بس اكمل سؤالي الثالث اذا ممكن، ولو طولت على الاساتذه. استاذ وسام، استاذ وسام تسمعنا؟ الظاهر ده انقطع عنده الاتصال. استاذ وسام استاذ وسام استاذ وسام يكتب السؤال الاول على 10 فقرات دمجا مع السؤال الثاني اللي هو هم 10 فقرات، فاذا الطالب يريد يترك سؤال واحد كامل بفقراته معناها راح يلقطهم، لان اكو بعض الاحيان بالامتحان الالكتروني يصير تداخل بين الاسئله، يعني الجمله الاولى تطلع الجمله الثانيه والجمله الثانيه تطلع الجمله الثالثه، فلذلك حتى يترك السؤال يكون يعوف العشر فقرات بدون اجابه. هذا من غير الترك الظني، انا ما لي علاقه بالترك الظني، خل احكي يعني بالترك سؤال كامل. عفوا دكتور دا اسمعك هسه. لا اسمعك دكتور وسام، انا انقل لك الصوره مع السؤال. كمل استاذ دكتور. عفوا تسمعوني حاليا؟ نعم 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 استاذ وسام نسمعك. كمل. لا عفوا بس خلي انا انقل لك الصوره. خلي بس اجاوب على سؤالك دكتور حبيبي. اي خليك كمل لك السؤال اللي جاب عنه. اي براحتك. نعم اسمعك دكتور. بالنسبه للسؤال الترك العفو. اي دكتور تسمعوني هسه؟ واضح. اي واضح. واضح واضح واضح. بس استاذ وسام من رخصتكم استاذ عدي سمعوني. اي واضح يعني دكتور. نزلنا استبيان للاخوان الاساتذه الموجودين، ارجو الاجابه. اسمعكم انا اسمع واضح. هسه تفضلوا تفضلوا اخوان. دكتور ما اقدر اجاوب على الاستبيان. ليش دكتور؟ دكتور خلي اجاوبك على سؤالك. بالنسبه لي تفضل عيني دكتور وسام تفضل. ايه دكتور يعني هو اللي صار انه فوق راح يكون تمت الاجابه بنجاح، جوا اكو تمت الاجابه على السؤال، لان اثنينات النفسيه للطالب كافيه. تبقى احنا راح نسوي طلابنا ان شاء الله باذن الله بمساعدتكم بجهودكم ويانا، زين كل احنا نتعاون في ظفر الجهود في سبيل انه نوجه الطالب يابا انه استسليم اسئلتك راح يتم سؤال سؤال بهاي الطريقه، راح تطلع لك تمت الاجابه جوا، من تطلع لك تمت الاجابه خو خلاص انتهى الموضوع. واضح؟ نوصل للطالب ان شاء الله هالموضوع باذن الله. اعتقد سمعتوني ان شاء الله. سمعتوني واضح. السؤال الاخر دكتور اذا امكن. بالنسبه للتصحيح، إذا تم تخصيص درجة بالتصحيح أعلى من الدرجة المعطاة، أنا مخصص للسؤال 10 درجات وبالكليكات صارت 12. مخصص لعشر درجات وبالكليكات صارت 12. بالتصحيح أنا مخصص بالسؤال 10. إيه أستاذ وسام. الأسئلة مخصص 10. أنا تمام تمام دكتور. خل أسألك أنا، خل أجاوبك بسؤال. ماشي. خل أجاوبك ماشي. بسؤال. أنت إذا بالدفتر هذا السؤال عليه 20 درجه وانت صلحت من 30، ايش راح يصير دكتور؟
استاذ وسام تسمعني؟ سمعتوني؟ سمعتني دكتور؟ عفوا العفو العفو اي اسمعك انا دا اسمع 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 استاذ وسام واضح استاذ وسام عفوا اي احنا سمعناك بس استاذ وسام تسمح لي مداخله هنا انا هم لاحظتها اليوم حاولت اصحح الاسئله مالت الطلبه الموجودين عندي اليوم فاكتشفت بانه اذا عندي سؤال فرضا عليه درجتين فقط يعني معناها اما ياخذ صفر او ياخذ واحد او ياخذ اثنين فرضا انا خطأت وكتبت أربعة تمام البرنامج ياخذ ياخذها يستمر ياخذ هذا سؤال الاستاذ عدي يعني معناها ياخذ واني كيف اكتشفها لما اعرف انه الدرجه النهائيه من 10 اللي قلتها ماخذ 12 من 10 هاي شلون البرنامج يعني تمام جمال كل سؤال خلي اجاوبك عليه خلي اجاوبك عليه اذا امكن وصلت الفكره خلي اجاوبك عليه اذا امكن اني دا اسال بالدفتر اذا انت السؤال عليه 20 درجه وصلحت من 30 ايه شو راح يصير تظهر بحاله واحده استاذ وسام تظهر العفو استاذ وسام تبين هاي ورقيا تبين في حاله انه اخذ هو 8 من 30 والسؤال عليه 10 فالثمانية ما تبين من 10 او من 30 صح وهو اخذ اكثر من تخصيص من درجه يعني مثل ما قال دكتور اعطيته 4 سؤالي انا هو المفروض كان انطيتني اي اني سؤالي هذا الخطا وارد بالدفتر من الصلح حتى بالدفتر لو ما وارد وارد جدا كل شيء وارد وارد جدا تمام ما طول وارد جدا احنا برنامج ونتعامل ويا تقنيه دكتور مفروض هاي التقنيه تحسن العمل مالتنا مو هي طبعا انه اذا وارد هذا بالدفتر احنا بالبرنامج نسوي شنو هو ما وارد ما وارد صح لو مو صح احنا هاي ملاحظتك جدا قيمه جدا قيمه خلي يكون ببالك جدا قيمه هاي ملاحظتك جدا قيمه يعني ارجو انه مثلا إن استفساراتي يعني لغرض انه احنا شفنا فد حالات دريد ناشرها ايه دكتور وسام بالضبط دكتور واحنا اني هسه موجود ماكو اني موجود حتى ناشر هاي الحالات وانت بتمنا اعتبرها صارت ان شاء الله دكتور هاي ملاحظه ثبتت يمنا دكتور وسام انا هم اكتشفت بعض الحالات الموجوده يعني تأييدا لكلام استاذ عدي انه دكتور مثلا من أسمع. عندي فد 4-5 اسئله واني دا اصحح صححت لي سؤالين وطلعت من البرنامج لأي سبب من كان أنا من أجي ما أعرف أنا وين كنت عند أي طالب كنت صحح به ما تعرف وين عند أي طالب كنت صحح يعني أنا من دا أصحح فصحيت لي فد 10 لأي سبب كان انتصال أو كذا وطلعت ورجعت من جديد طلعت من الطالب أنا ما أعرف وين الطالب اللي أنا كنت الكهرباء وطفت الحاسبة أحسن طفت الكهرباء وطفت الحاسبة وياه الحاسبة ما بيها يوبي إس البطارية اللابتوب مالتك هم تعبانه راسك طفت الحاسبه صار شو داون فهاي هم انتبه مو هيجي اي دكتور هذا يعني اي هاي مو هيجي هيك الموضوع دكتور هيك الموضوع ده يصير اي يعني هالموضوع هذا اعتقد انا دا اجاوبك بال يقولون فوق كل ذي علم عليم اي نعم يعني اني راح اثبتها هاي الملاحظه بس اعتقد ما الها فد يعني ما الها دكتور ما الها فد علاج هالشيء هذا كتقنيه ما لها علاج بس احنا الشباب عندنا الولد ان شاء الله راح اثبتها هاي ثبتت يمي حبيبي وراح اثبتها ان شاء الله استاذ سامر دا يسمعنا راح نثبتها هاي اذا ترهم لها فتشاره ترهم لها انا قبل شويه قلت لك الدرجه قلت لي ما يصير اعلى من ذيك قلت لك ايه اوكي هاي تمام جايتك بمكانها بالدفتر ممكن يصير احنا بالتقنيه هاي نستخدم تقنيه حديثه المفروض ايه المفروض انه ما تصير صح لو مو صحيح فقلت لك اوكي هاي تمام بس هذه دكتور وين ما توصل انه يأشر لك اعتقد صعب الموضوع شويه صعب نعم واضح نعم ملحوظه الاخ دكتور ملحوظه الاخ استاذ وسام وارجو انه يسع صدرك انه لانه احنا طبينا يوم بالتصحيح وشاهدنا يطول عمرك جدا جدا اكتشفت استاذنا الفاضل اكتشفت بانه من انا حاط فد 4 أسئلة 5 أسئلة 6 أسئلة وصلح من عندهن 4 واطلع البرنامج راح يحفظ الدرجة الموجودة بدون ما يعطيني إشعار بأنه ترى أنت صححت 4 وعايف 2 ما كامل العدد. وضحت الفكرة أستاذ وسام يعني أنت ما مكمل كل التصحيح. وصلت حبيبي وصلت. أنت مصحح 4 وتارك فرضا هنا لازم أنا أحط صحيح بس أنا ما يعني ما صححت لأي سبب
فلا المفروض انه البرنامج يعطي اشعار للتدريسي يقول له يا اخونا العزيز ترى بس اربعه موجودين مو كملت في تصحيح الاسئله 5 6 10 15. هاي واحدة من الاشياء اللي لاحظتها بالبرنامج. دكتور هذا هذا الموضوع احنا انت العفو تخصصك شنو دكتور؟ انا طرائق تدريس. ها ها بعيد عنه. بعيد دكتور هذا الموضوع يسموه ذكاء صناعي artificial intelligence. نعم. هذا الموضوع ذكاء صناعي. نعم نعم. انه نخلي الآلة تتعامل كأنما شلون يتعامل الإنسان. ايه. تعرف عليه انه شلون يتعامل الإنسان بالضبط. نعم. هل الموضوع هذا يعني هل برنامج يراد له تحسينات ويراد له تعديلات ويراد له كذا واحنا انتم هسه تطلبون انه يعمل مثل ما تعمل مثل ما يعمل الانسان؟ ان شاء الله ان شاء الله دكتور ان شاء الله, بهالشيء هذا انا هالملاحظه ايضا دكتور هالملاحظه هذه حتى بتمع العلم انه انا قبل شويه يمكن علمتكم انه اذا ارجع انه ظلام نعدل الاجابه مالنا. هذا الموضوع انه صحح كذا من كذا صحح كذا من كذا عدد الاسئله اللي صححها. نعم. يعني راح يصير راح اشوفك اياها وين راح اشوفك اياها هنا بالنتائج مال الامتحانات. شوف هاي النتائج مال الامتحانات دكتور. نعم. يعني انا اللي افتهمته بهالشكل هذا هذا امتحان الدور التكميلي نتيجة الطالب. أنت شو تريد؟ تريد هنا نتيجة الطالب وهنا الدرجة مالته وهنا الحالة إنه مجاوب عمود بصفها إنه عدد الأسئلة اللي تم تصحيحها أربعة من هالجد خمس من هالجد في شيء تريد؟ حتى يكون عنده وضوح التدريسي بانه ما مكمل معايا. اي نعم دكتور معايا. نعم 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 تفضل. انت تدري هيجي. نعم اي 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 يعني عدد الاسئله المصححه من الما مصحح. احسن احنا اي هذه ايضا راح اثبتها يمي دكتور. خير ان شاء الله. اي وكو درجه وكل وكو عدد الاسئله المصححه. نعم مو بهالصيغه هاي دتري. نعم نعم دكتور. دكتور هذه ايضا راح نثبتها يمنا ان شاء الله. زين وفقك وإن الله ان شاء الله دكتور. نشوف الشباب ايش راح يقولون عنه. يحفظك الله. بقت انا عندي هاي اخر ملحوظه انا اقول لك اياها استاذ اسامه. جيت تسمعني حبيبي العزيز؟ اسمع بكل وضوح. يطول عمرك ويحفظك الله. دخلت دوره على برنامج اسمه تيس موز. من ضمن الأشياء اللي انتبهت له اللي هو أيضا من البرامج اللي يستخدمون للامتحانات إنه يعطي وسائل إحصائية يعني نسبة النجاح إيش قد الوقت المستغرق اللي أخذوه بالإجابة عدد الطلبة اللي جاوبوا على كل سؤال موجود وهاي الوسائل الإحصائية أو الحضور أو غيابهم جدا مهمة لأنه تحتاجها رئاسة الجامعة من عندنا. بالإمكان هاي موجودة. هاي البرنامج هاي موجودة. وصلت الدكتور موجودة بإذن الله بس هذا من ضمن أعمال اللجنة الامتحانية. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. يعني هاي موجودة كلها يمن اللجنة الامتحانية. اطمن أنا اطمنك. يوفقك الله. كلها موجودة هذه. طبعا الله. هذا أي برنامج المفروض يسويها دكتورنا الفاضل. صح. الله يحفظكم. يوفقك الله. أخواني إذا أكو أسئلة بعد أستاذ وسام موجود إحنا بعد عندنا بحدود 15 دقيقة. استاذ وسام اكو سؤال. نعم. لماذا لا يوجد تبويب اسمه امتحان نصف السنه او نصف الفصل؟ نصف الفصل اعتقد هو الطلب كان هيجي من الشباب انه خلينا فقط امتحان يومي وخلينا امتحان يعني امتحان نهايه السنه. تحبون نضيفه انا راح اثبتها وشوف الشباب شنو راح يقولون. دلل استاذنا العزيز ماكو مشكله بهالموضوع هذا. سمعتوني؟ اي نعم 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 استاذ وسام. سمعتوني عفوا؟ سمعك. اي نعم استاذ وسام. اي راح اثبتها. تريد امتحان شهري؟ بس اذا امكن تريد امتحان شهري وبعد شنو وياه؟ امتحان نصف سنوي او نصف كورس يعني هو يسمحوا له نصف سنوي ما موجود. استاذ وسام الأساتذة يطلبون
بالتصحيح مني صحح تنزل الدرجة انه تروح تدوس حفظ انه بتطلع لك رسالة تأكيد، هل انت متأكد؟ تمام؟ نعم نعم. وبس للطالب مسويها سهلة، بس يكتب الإجابة وحدة تنحفظ. يعني الأستاذ إذا عنده 400 طالب وعنده كل طالب 10 أسئلة على الأقل، لازم يعيد هالعملية في 3 على كل سؤال. دكتور هذا الطلب أنتوا طلبتوه، يعني التقنيين طلبوه والإدارة طلبته، وإحنا خليناه. خلي يكون ببالك هالشيء هذا، يعني إحنا ما خليناه من وحدنا، قالوا أنه حتى التدريسي يتأكد أنه السؤال الفلاني صح، حتى لا تكون عملية ظلم للطالب. هذا مخلص الحكي، نقطة فقط. يعني إحنا خليناه بناء على طلبكم، بناء على لا دكتور عفوا، هالموضوع هذا احنا خليناه بناء على طلب الاداره، بناء على طلب الاداره. يعني احنا خلينا هالموضوع هذا. معك استاذ وسام، بس اكو تنبيه مثل ما تنبه الطالب انه اكو حفظه الاجابه او حفظه الدرجه. يعني مو الاستاذ لازم يصعد لي فوق يقول له موافق انه بيرجع ينزل الدرجه ويقول له حفظ. تفهمك استاذ، انا افتهمتك بس يعني هذا لك... بناء على طلب الاداره احنا غيرناه. انا قاعد اوصل لك الموجود بالشات، انا قاعد اوصل لك الموجود بالشات من الاساتذه. اي لا 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 رجاء، هو يعني اللي 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 كتب هالملحوظه هاي خلي يكون تسلسل هرمي بالجامعات بالمؤسسات بكل مؤسسه، فاعلى هرم عندكم هو بالمؤسسه مالتكم، انه يعني هم الاساتذه هناك اللي احنا عندنا تواصل وياهم، هم طلبوا هالموضوع هذا حتى الاستاذ يتاكد وتكون عمليه مؤكده وما يصير هنالك ظلم للطالب. لا اكثر ولا اقل دكتور الفاضل. عندنا مداخله من مداخله من استاذ محمد الطيار. تفضل استاذ محمد. استاذ محمد دكتور اياد عندك، استاذ لؤي يمكن هم رافع عنده. استاذ محمد الطيار، استاذ محمد، استاذ محمد ممكن ما يسمعنا. استاذ محمد يريد دكتور اياد تسمعني؟ نعم يا حبيبي اسمعك. عندك دكتور لؤي من جامعه الكوفه يمكن هم رافع عنده، تقدر تطيل مايك هذا مداخله لؤي. هسه صار لواء او لؤي، ماكو احد رافع. ايه نعم تفضل دكتور. تفضل دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بك دكتور لواء حسين الكلابي من كليه الطب جامعه الكوفه. شرف بيك. الله يخليك. شرف بيك دكتور، اهلا وسهلا بك. الله يخليكم. انا قبل يعني اسبوع تقريبا او 10 ايام سويت اختبار للطلاب المرحله الثالثه مادة الباثولوجي. نعم. أنا حقيقة نسيت أضع درجة السؤال يعني على الفقرات العشرة، هو امتحان يعني 10 درجات بأنواع متعددة، باختيار متعدد، بمثلا يعني multiple choice والاختيار الواحد وبالفراغات، يعني ذلك اللي حطيتهم به. من الدرجة أريد مثلا أضيف درجة، هل ممكن أضيف الدرجة يعني بعدين من أجي عرض الامتحان وهو الامتحان انتهى، أقدر أضيف الدرجة؟ عفوا دكتور، اي وسويت لكم اياها قبل شويه انه نقدر. وانا شنو المشكله استاذ وسام، انا خلصت الامتحان والدرجه اريد اضيف الدرجه عن بالتعديل مال الامتحان، من اجي هسه طبقت عن فات اللابتوب قبالي ودا اطبق دا يقول لي الامتحان فعال. انا الامتحان طبعا هو خلص، كلمه فعال لغيتها يعني مسحتها. بالضبط. لا لا دكتور عفوا دكتور. نعم. يعني نعم. اكو شغله، اكو هذا الموضوع مال التفعيل. طبعا خلي اجيك واحده بس واحده خلي. نعم. احنا بالنسبه نعم. ان حتى ترجع ماكو صحيح. نعم. تضغط على نتيجه الطالب. نعم. اوكي. نعم. هذا نزلتها طلعت عندي الاسئله جوا، عفوا هاي الاسئله ارجع اعيد التصحيح مالتي حسب ما انا اريد. هاي درجه واحده اشوفها انا اقدر اسويها، شنو اسويها اثنين واقول له حفظ. اوكي هل انت متاكد؟ اي اوكي متاكد حفظتها. واضح هنا؟ انا
أنا سويت عدلت على التصحيح مالتي. اجيت رجعت المن للطالب مالتي. الطالب مالتي حاليا درجته جيد 33. مجرد سويت تحديث صارت راح تاخذ الدرجه هسه الجديده اللي هي 34 اللي عدلتها اني. هذا بالنسبه المن دكتور. بالنسبه المن بالنسبه للتعديل على السؤال تبقى عندي شنو؟ تبقى عندي انه المشكله مالتك دا يطلع لك الامتحان فعال. نعم واضح. الامتحان فعال هذا اذا اخضر دكتور، هذا اذا اخضر هذا معناته انه الامتحان هذا للطالب فعال، يعني انت لا تقدر تصحح ولا تقدر انه تعدل على التصحيح اللي موجود اذا كان اكو تصحيح. نعم. يعني راح تقول لي زين شلون تصحيح اكو وشلون انت يعني هسه انا طفيته هذا على سبيل المثال متاكد اي اوكي ممكن انه صحح، رجعت ورا شويه شغلت هذا ما طول يشتغل دكتور، هذا ما طول شغال الفعال ما طول شغال عندك انت بعد ما تقدر ترجع تصحح. راح تقول لي ليش ما اقدر اصحح؟ اقول لك لان هذا متاح للطالب، الطالب من الممكن انه شنو يرجع يسلم اجابه خلال الوقت اللي انت محدده، وقت البدايه ووقت النهايه. نعم سر. وضحات؟ العفو استاذ وسام بس فقره، يعني انا ارجع الطالب طالب، العفو استاذ وسام، ارجع الطالب طالب واغير الدرجه مالته السؤال من اصحح؟ لو انا ارجع للانشاء الاول مال الامتحان من انشاته اعدل الدرجه عليه. سمعتوني عفوا؟ اي دكتور نعم نسمعك. نعم دكتور هذا العفو استاذ بس استاذ وسام اذا تسمعني. نعم استاذ وسام سمعتوني ان شاء الله. نعم نعم ما ادري استاذ علي يمكن سمعت السؤال مالتي، يعني انا اقصد انه بالانشاء مال الامتحان الاصلي ارجع له واغير الدرجه، مو ارجع على الطالب طالب واغير درجه الامتحان مالته او درجه السؤال. يمكن ما فهمها، يمكن ما وصلت الفكره. اذا خليت اذا خليت انت درجه عليه اذا صححت. نعم. اي دا اسمعكم دكتور. اي دا اسمعكم. نعم نعم دكتور. نعم. تقصد مشكله صغيره قطع الصوت. اي دكتور اي والله. عرض الامتحان دكتور هذا عفوا انت. نعم. طالع عندكم. نعم انا فاتح انت طالع عندكم هذه هسه الشاشه اللي طبيت عليها دكتور. نعم تمام. نعم نعم هسه حاليا الصوت اوكي اوضح. نعم دكتور. نعم واضح الصوت. تمام بالضبط. تمام دكتور حبيبي هن درجتين بالضبط. الدرجه الاولى دكتور هذا تشوفها الخمسه اللي انا خليتها على السؤال. اذا انت تقصد هاي الدرجه فهذه اذا تغيرها من اجيت سويتها 10 انا وياك وقلت له حفظ التعديل. نعم. صار هذا السؤال. نعم. علي 10 لكل الطلاب ما راح ما راح تروح تعدل من هناك. واضح هذه واحدة. نعم هذا من هنا لكل الطلاب دكتور اللي هي الدرجه الكليه على السؤال قبل لا يمتحن الطالب. استاذ وسام. نعم 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 دكتور. انا اعتذر بس باقي عندنا اخر خمس دقائق حتى نختم. خلي اوصل المعلومه بس للدكتور حتى يا حبيبي الدكتور جامعة الكوفة بعد. اتفضل. تمرون أمر. تمرون أمر والله. دكتور حبيبي تصحيح تلقائي للإجابة عفوا نتيجة الطالب. نتيجة الطالب هذه بس خلي أنزلها هاي كنسل. تصحيح التلقائي دكتور للطالب خلي أروح لامتحاني اللي هو دور التكميل الرابع اللي سويته أني. نتيجة الطالب إذا تقصد أنت دكتور هذه نتيجة هذا فلان طالب. أنا على هذا السؤال شوف هسه اللي نزلت لك عليه هذا راح أنزل. نعم. عليه أنا هذا السؤال المفروض هذا الطالب ياخذ عليه شقيت المفروض هو ياخذ عليه 5 وأنا غلطت وحاط له 2 الكل الطلاب الكل الطلاب حاط لهم 2 دكتور هذا المفروض مثل ما يصير عندك بالدفتر إذا خطأت هيش خطأ تروح تصحح الطالب طالب هنا بالبرنامج هم ترجع تصحح الطالب طالب. اصلا انا استاذ ما ضايف درجه يعني اصلا بس بالانشاء الامتحان
ما حاط درجة لكل الأسئلة مالتي، والدرجة تضيف الأسئلة من... كوزن. ترجع منك يا دكتور، منك منك ترجع. وصل. من الأصل غير من الأصل؟ إيه من الأصل حبيبي حبيبي دكتور. إيه سأنا ضفت الدرجة ساني ساني قبل اللابتوب أستاذ، وضفت الدرجة والامتحان مو فعال، والامتحان أصلاً انتهى خلاص. والشرط مو فعال، حطيت السؤال الأول كتبته هذا اختيار متعدد، كتبت درجة واحدة. أبي نكتب حفظ التعديل. الان فعال لا يمكن التعديل، علما انه مسدود الاشاره القضائيه. هذا دكتور دكتور هذا انا وياك، انا وياك حبيبي دكتور، هذا انا وياك، هذا ايش قد علي يا حبيبي، ايش قد علي هذا درجتين؟ اجيت هنا عدلتين، ايش قد سويتين؟ ايش قد سويتين دكتور؟ سويتين اربع درجات، اربع حفظ التعديل. استاذ وسام الامتحان فعال لا يمكن التعديل، تعرف ليش؟ استاذ وسام أني هناك بشوفه مو فعال، بس هذا ضمن الفترة. أستاذ وسام أسمعك أسمعك دكتور. بعد عمري أنا جدا آسف، أرجو المعذرة منك ومن دكتور اللواء، بس حقيقة خلص الوقت يعني دكتور. دكتور لعد إلي طلب صغير، إلي طلب صغير. آخر دقيقة بقت دكتور. دكتور تطو أما رقم تليفوني أو رقم تليفون أستاذ سامي حتى يتواصل. يا أمر أمر يا أمر أمر يا أمر أمر فهمه بالمشكلة هاي. يا أمر أنا جدا جدا سعيد اليوم التقيت بكم، ان شاء الله اكون وصلت الفكره، ان شاء الله لنا لقاءات قادمه، ان شاء الله جاوبت على اكثر استفساراتكم، وكلها بالتاكيد يعني ظاهره صحيه، استفسارات بمكانها ان شاء الله، وتؤمرون امر احنا نعمل دائما خدمتكم خدمه تحسين. الله يحفظكم ان شاء الله ان لنا لقاء ثاني. ختاما حقيقه لا يسعنا ان نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الاخوان اللي حضروا سواء كان من خارج الجامعه او من جامعتنا. شكرا لأستاذ وسام لرحابة الصدرة وحقيقة المعلومات القيمة اللي قدم لها، وإن شاء الله إذا نحتاج جلسة أخرى إحنا ما عندنا مانع، عندنا وقت آخر ونستطيع أن نقدم جلسة أخرى نشرح فيها أشياء أخرى. شكرا جزيلا، واستودعكم الله ورحمة الله وبركاته في مال الله، إن شاء الله أشوفكم على خير.